طيب اهلا بيكم وسهلا وكل حاجه جميله يا رب عليكم. قبل ما نتطرق للموضوع بتاع مكتبه اسكندريه، تعالى نتكلم في حاجه ما هياش بعيده، هي متعلقه بمصر. تعالى نقعد نفكر بصوت عالي، ايه هي مصر او اهميه مصر عموما؟ شوف، اي بني ادم في الدنيا ايا كان وطنه فين وشكل هذا الوطن ومقدرات هذا الوطن ووضع الوطن ده سياسيا واقتصاديا وعسكريا واجتماعيا وثقافيا، اي بني ادم يفخر جدا بوطنه، وتلاقي دايما عنده كده حاجه اسمها الحميه الوطنيه، اي حد بيغير على وطنه. خلي بالك ان وطنك ده هو انت، هو انت، هو جزء من تكوينك انت. يعني أنا أتذكر أن الدكتور مدحت العدل كتب قصيدة رائعة جدا وغنوة جميلة خالص غناها زمان محمد فؤاد، وأنا أدعو أن محمد فؤاد دايما يغنيها يعني في حفلاته. يعني إيه كلمة وطن؟ غناها في فيلم اسمه أمريكا شيكابيكا. الوطن الحقيقة ما تقدرش تختزله في مجموعة من المصطلحات أو المعاني، لكن تقدر تحط له مجموعات كبيرة جدا من التصورات. لن تجد مواطن في الدنيا ما هوش فخور بوطنه مهما كانت ظروف وطنه، فما بالك بمصر. أنا بقول الكلام ده لأن أنا ساعات كتير أشوف شبان ولاد ناس، أحيانا الناس تفقد بوصلة، أحيانا الناس تبقى قاعدة مستاءة، لكن كل اللي أقدر أقوله لك إنه هو مش جدير بالذكر، هو ثابت في أي ذكر عند أي حضارة في الدنيا، إنه مصر اللي ما هياش بس الحدود والأرض، ولكن هو الشعب العظيم ده العالم ينظر إليه باعتباره ده العالم مش إحنا بس، أهم شعب وجد بين المجتمع البشري نتيجة نواتج وإنتاجات وإبداعات هذا الشعب اللي علم العالم كله دون استثناء، كله علم العالم الأخلاق، علم العالم الإنسانية، علم العالم معنى كلمة الحضارة، إدى العالم العلم والفكر والرقي الإنساني. مصر من بدايات ما هو مكتوب في مخطوطات أيا كان حجم قدمها. يمكن كنت لسه امبارح بقولك حتى علماء المصريات في العالم بدأوا يخلقوا أو بدأوا يتكلموا في أبحاث جديدة تتحدث إحنا عمرنا أو عمر الحضارة المصرية من منظورهم مش 3000 سنة قبل الميلاد ولا 4 ولا 5. البعض ذهب إلى بعض الوثائق مثلا بتاعت مانيتون اللي هو المعروف باسم مانيتون السمنودي، إنه لا ده هو عمر الحضارة دي تقريبا 6260 سنة قبل الميلاد، يعني تقريبا 8260 سنة النهاردة. بل ذهب بعض العلماء في العلم المصريات إلى أنه الحضارة المصرية تحسب من تكوين أول جيش نظامي على هذه الأرض عمره النهاردة طبقا لما هو موجود في مخطوطات وحفريات ورسومات ما يصل إلى 12000 سنة النهاردة، يعني 10000 سنة قبل الميلاد. طيب بعض الأطروحات البحثية بتتكلم على أنه قد يكون هناك ما هو أبعد من ذلك أيضا، لكن سيبنا من دي. بالعمر وبالمد التاريخي مصر هي أعظم بلاد الأرض وأعظم شعوبها، ده واحد. اتنين، بالحجم اللي قدمته مصر على مر تاريخها ومش بس الحضارة المصرية القديمة، مصر من بداية الحضارة وبداية الإنسانية اللي عملتها مصر هي بتقدم حتى هذه اللحظة الإنتاج العقلي والفكري والعلمي المهم الذي يعني بمنتهى البساطة وعلى سبيل المثال، مين مخترعين الواي فاي؟ اتنين مهندسين مصريين خريجين جامعة القاهرة، ده على سبيل المثال. مين أهم عالم كيميائي حصل على جائزة نوبل على سبيل المثال فغير من مسار البشرية بأبحاثه حول الفيمتو ثاني؟ دكتور أحمد زويل خريج جامعة اسكندرية مصر. أنا مش بكلمك على 7000 سنة عشان بعض يقولك إيه زمان المصريين بس أصل دلوقتي، لا. أهم أستاذ روبوتكس
في كالتك في كاليفورنيا مصري. أهم أساتذة كودينج مثلا في هولندا مصريين. أهم ناس بتعمل أبحاث في جامعات في سويسرا وفي السويد، أبحاث بنتكلم هنا أبحاث في الفيزياء وفي الكيمياء وفي البايوكيمستري إلخ إلخ، مصري. أنا بقول لك أهم، مش بعض، مش أصل موجودين، لا دول هم رؤساء أقسام هناك في هذه الجامعات شديدة الأهمية، واللي هي تصنيفاتها يعني على حاجات زي كيو أس وعلى تايمز ومش عارف إيه، جامعات من ضمن أهم 100 جامعة و200 جامعة على مستوى العالم. لما تعرف إن كيو أس التصنيف بتاعه عنده 6500 جامعة، فلما أقول لك الجامعة رقم 100 والجامعة رقم 150 تلاقي أساتذة ورؤساء أقسام في هذه الجامعات مصريين، فتعرف إن، وبالمناسبة دول مش مهاجرين، دول متخرجين من الجامعات بتاعتنا، وبالمناسبة الجامعات الميري الحكومة أبو بلاش، دول اللي الأكاديميات والمراكز البحثية عرضت عليهم منح للماجستير والدكتوراه وللتدريس وللاستقرار في هذه الجامعات حتى يستفيدوا من علومهم إلى آخره. مصر هي أكبر مصدر عقول موجود في الحقل الأكاديمي العالمي. مصر لديها في جامعات العالم ما يزيد عن 70,000 أستاذ وعالم في التخصص. مصر كبيرة قوي. مصر مش بس أم الدنيا، بالمناسبة هي مصر فعلا أكبر من كل الدنيا. مصر لوحدها دنيا. مصر قدمت الأدب، قدمت الهندسة، قدمت الرياضيات، قدمت الكيمياء، قدمت الفيزياء. مصر قدمت ما لم يقدمه شعب أو حضارة واحدة في العالم، لا مجمل حضارات، مجموع من الحضارات والثقافات. مصر كبيرة يا جدعان قوي. عشان كده لما كنت بتكلم مع زمايلي أو زميلاتي وأنا بقول لهم مكتبة اسكندرية، أنت عارف مكتبة اسكندرية تاريخيا أصلا المكتبة القديمة دي كانت أهم جامعة موجودة في الدنيا بالمفهوم الحالي بتاع جامعة. زمان ما كانش عندهم المفهوم بتاع جامعة ده، يمكن كان ما يطلق عليه أحيانا كلمة أكاديميا، فكرة أن يبقى فيه أساتذة متخصصين في علوم. حلو، فأصبح فيه أكاديميا لأول مرة في الدنيا عندنا في اسكندرية، المكتبة القديمة. تمام، طيب، وهل انتهى؟ بالمناسبة دي كانت مش هزار، هي القلعة الثقافية والعلمية الأكثر إشعاعا في العالم القديم كله. فكان أي حد عاوز يتعلم ويرتقي يجي على اسكندرية عشان يدرس جوه مكتبة اسكندرية القديمة. طيب لما جينا عملنا مكتبة اسكندرية بتاعتنا اللي موجودة دلوقتي في الشاطبي في اسكندرية، لا تقل على الإطلاق في حجمها، مش الحجم يعني المساحة المبنية بالخرسانة، حجمها العلمي، حجم ما يخرج منها، حجم إشعاعها الثقافي، حجم ما تحتويه من عناوين وكتب ومخطوطات وأبحاث جديدة وأبحاث قديمة، حجم العلماء والمفكرين والأساتذة اللي جوه أروقة مكتبة اسكندرية، ده حجم مخيف. لو إنه مكتبة اسكندرية دي جامعة، ثق انها كانت هتبقى، لو بالمفهوم الجامعي يعني زي مفاهيم الجامعات، ان هناك محاضرات ودرجات علميه تحصل عليها وما الى ذلك، بكالوريوس وماجستير ودكتوراه، لا مكتبه اسكندريه بالتاكيد كانت هتبقى واحده من اهم 100 جامعه على العالم، ده بالتاكيد. ده مش كلامي بالمناسبه، ده كلام الدنيا، ده انا بقول لك على مكتبه اسكندريه بس. فما بالك بما يحدث في 27 محافظة، في المليون كيلو متر مربع، بهذا الثراء الثقافي والحضاري المتراكم اللي لحد اللحظة لسه بيعلم الدنيا. لحد اللحظة لن تجد فنان في الدنيا أو في وطننا العربي، عشان مفيش داعي للمبالغة، في وطننا العربي لا يريد أن يأتي إلى مصر ولو لإحياء حفلة واحدة في تاريخه. ست فيروز في رأيي أنا وأظن في رأي الكثيرين أكبر فنانة عربية غير مصرية بعد ست أم كلثوم بتاعتنا دي مصرية. ست فيروز قالت مصر عادت شمسك الذهب،
ده أهم فنانة في العالم العربي غير مصرية ترى مصر كده، وما يليها من أجيال وما سبقها من أجيال هم شايفين مصر كده. السينما مصر، المزيكا مصر، الأدب مصر بشتى أنواع، الفنون التشكيلية مصر، ودي مش شوفينية على الإطلاق، الواقع هو اللي بيقول. أخدك أنا هنا وأقول لك إنه ولهذا السبب أنا سعيد جدا باهتمام الرئيس بمسألة الأكاديمية، بمسألة البحث العلمي، بمسألة الثقافة، بمسألة التنوير، بمسألة الهوية الوطنية. فيلتقي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع أعضاء مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية اللي بيضم نخبة عظيمة من الشخصيات الدولية البارزة، خد بالك دولية، وعدد مهول من العلماء والمفكرين المصريين والأجانب. وهنا يثمن فخامة الرئيس السيسي جهود مكتبة الإسكندرية لنشر العلم والمعرفة، وبيشير إنه المكتبة وجهودها بتتكامل مع ما تسعى إليه الدولة في هذا الإطار لبناء الجسور بين الأمم والحضارات. دي مكتبة إسكندرية تبني الجسور بين الأمم والحضارات، أصل ده الدور التاريخي بتاع مصر، نحن نصنع الحضارة ونحن نبني جسور لأجل بقية الحضارات. طيب في لقاء آخر استقبل فخامة الرئيس رئيس تيار الحكمة العراقي السيد عمار الحكيم، وهنا أكد فخامة الرئيس السيسي الاعتزاز بعمق العلاقات الأخوية الوطيدة بين مصر والعراق على المستويين الرسمي والشعبي، وحرص مصر على سلامة وأمن واستقرار العراق الشقيق الجميل اللي لما أنا زرته المرة اللي زرتها كنت مبهور باللي بيجرى هناك. مبهور ليه؟ هذا حديث آخر، نشوف التقرير ونرجع نكمل الكلام. التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أعضاء مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية الذي يضم نخبة من الشخصيات الدولية البارزة وعددا من كبار العلماء والمفكرين المصريين والأجانب، من بينهم الدكتور مجدي يعقوب والدكتور أكمل الدين إحسان أغلو، الأمين العام السابق لمنظمة التعاون الإسلامي، والسيد ميغيل موراتينوس وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والممثل السامي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات، والدكتور مفيد شهاب، والسيد محمد بن عيسى وزير الخارجية والثقافة المغربية الأسبق، والشيخة مي بنت محمد آل خليفة الوزيرة السابقة والرئيسة السابقة لهيئة البحرين للثقافة والأثار، والمهندس هاني عزر، والسيدة أمينة محمد وزيرة الثقافة الكينية السابقة، والسيدة سامية نكروما الرئيس السابق لحزب المؤتمر الشعبي في غانا، والدكتور محمد سلماوي. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية أعرب عن التقدير للدعم اللامحدود الذي يقدمه السيد الرئيس للمكتبة، إيماناً بدورها في إنتاج المعرفة وترسيخ قيم العلم والثقافة ليس فقط على المستوى المحلي وإنما العربي والإفريقي والمتوسطي والدولي، مستعرضاً في هذا الصدد جهود المكتبة خلال الفترة الماضية في أداء رسالتها وموضحاً الخطط المستقبلية لتعميق دورها وزيادة إشاعها الحضاري. وقد حرص السيد الرئيس خلال اللقاء على الاستماع إلى رؤى وأفكار أعضاء مجلس الأمناء، حيث أشاروا إلى أن المكتبة تمثل حالة فريدة على المستوى الحضاري استعكس بدقة دور مصر كمركز تنوير تاريخي للالتقاء والتفاعل بين ثقافات الشرق والغرب والشمال والجنوب، معربين عن بالغ تشرفهم بعضويتهم في مجلس أمناء هذا الصرح المتميز، ومؤكدين اعتزامهم بذل أقصى الجهد لتحقيق دفعة قوية في نطاق عمل وتأثير المكتبة خلال المرحلة المقبلة. أضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس ثمن جهود مكتبة الإسكندرية لنشر العلم والمعرفة، مشيراً إلى أنها تتكامل مع مساعي الدولة في هذا الإطار لبناء الجسور بين الأمم والحضارات، وفي تأكيد مفاهيم التعددية والسلام
والحوار والتفاهم واحترام ثقافات كل الشعوب، مؤكداً دعم الدولة الكامل ودعم سيادته شخصياً للمكتبة ولدورها المهم، ومشيراً إلى أهمية التجديد المستمر في أطر وأساليب عملها وقيامها بدعم البرامج البحثية الجديدة وأنماط التعليم المبتكرة، فضلاً عن تحفيز قدرات الشباب وتنمية مهاراتهم الإبداعية مع العمل على تعميم دور المكتبة في هذا الصدد ليشمل دعم الإبداع والابتكار على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة العراقي، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، إلى جانب السفير أحمد الدليمي السفير العراقي بالقاهرة. صرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس أكد الاعتزاز بعمق العلاقات الأخوية الوطيدة بين مصر والعراق على المستويين الرسمي والشعبي، وحرص مصر على سلامة وأمن واستقرار العراق ودعم جهوده لتحقيق النهضة والتنمية والتقدم في إطار الاهتمام المصري الدائم بكل ما يحقق مصلحة العراق وشعبه، مثمنا في هذا الصدد الدور البناء الذي يقوم به السيد عمار الحكيم للحفاظ على الاستقرار والتوازن في العراق. من جانبه أعرب رئيس تيار الحكمة العراقي عن بالغ تقديره لنموذج القيادة الرشيدة الذي يمثله السيد الرئيس على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وكذلك دور مصر كركيزة محورية وضامن أساسي لحفظ الاستقرار بالمنطقة الإسلامية والعربية ككل، مؤكداً تطلع العراق لمواصلة تعزيز العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط الدولتين الشقيقتين والتي تقوم على أسس من التضامن والأخوة، ومعرباً عن تقدير بلاده للجهد المصري في دعم العراق وحرص بلاده على الاستفادة من الخبرات التنموية المصرية في المجالات كافة. اللقاء تطرق إلى استعراض المشهد السياسي العراقي بالإضافة إلى مناقشة أبرز تطورات الأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. فين كان في أغنية كده ظريفة كان اسمها أصله ما عداش على مصر يا حبيبتي يا مصر، أحب أنا الأغنية دي جدا. طيب خلوني وإحنا بنتكلم على اجتماع فخامة الرئيس مع مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية ناخد معانا على التليفون واحد من أهم وأبرز مفكرين ومثقفين في العالم العربي، الدكتور أحمد زايد رئيس مكتبة إسكندرية. إزاي حضرتك يا دكتور؟ أهلا يا فندم، أهلا بيك. إزاي الصحة؟ كله تمام؟ الحمد لله يا رب. أيوه يا فندم مع حضرتك. اتفضل حضرتك يا فندم. الحقيقة كنت أنا بتكلم على طبعا المكتبة ودورها العظيم تاريخيا، القديمة التاريخية والجديدة وما يجري فيها وما تحوي من أبحاث وعلماء وقامات عظيمة. مهم عندنا أن احنا نعرف ولو جانب من التفاصيل التي دارت في اجتماعكم مع رئيس الجمهورية. وطبعا احنا بنبقى سعداء لما بنجتمع مع رئيس الجمهورية، لأنه ده اجتماع سنوي بيتم لمجلس الأمناء، ومجلس الأمناء زي ما حضرتك عارف ده فيه قامات عالمية، هو حوالي 28 واحد منهم 20 واحد من الخارج. طبعا حتى من الخارج فيهم مصريين زي الدكتور طبعا. مجدي يعقوب، الدكتور هاني عازر، وعدد كبير جدا من الأساتذة ووزراء سابقين وأساتذة في الجامعة ورؤساء متاحف ورؤساء يعني الناس مهتمين بالفنون يعني من كل أنحاء العالم، وزائد 8 من المصريين يعني طبعا كلهم قامات كبيرة، ومنهم زائد عدد من الوزراء 5 وزراء، وزير الخارجية، وزير الثقافة، وزير محافظ الإسكندرية، وزير التعليم العالي، رئيس جامعة الإسكندرية. المجلس ده هو اللي بياخد القرارات الهامة في المكتبة، هو اللي بيدير المكتبة تقريبا، هو اللي السلطة العليا في المكتبة. وطبعا احنا بنقعد مع فخامة الرئيس، احنا جلسنا النهارده سمعنا توجيهاته، وكل واحد من اعضاء المجلس ذكر يعني اتكلم لعدد من الدقائق
عبر فيها عن تقديره للمكتبة، وبعض الناس طرحت بعض الأفكار الخاصة بتطوير العمل في المكتبة وتطوير الأداء في المكتبة وأهميتها من الناحية العالمية ومن الناحية الإقليمية، وأهميتها في يعني قيادة حوار إقليمي وحوار عالمي والمشاركة في الحوار العالمي، ودورها في تنمية وعي الشباب وفي تنمية الابتكار وفي إنتاج المعرفة. هنكلمنا على إنتاج المعرفة، وطبعا كان عند فخامة الرئيس توجيه هام جدا يعني أركز عليه في كلماته لمجلس الأمناء، وطبعا هو رحب بالمجلس جدا وقدره تقديرا كبيرا، إنما عمل توجيه مهم جدا أنا من وجهة نظري، لأنه أكد على أنه المكتبة لازم تعمل أفكار جديدة، تطرح قضايا جديدة وتطرح موضوعات وتجدد في عملها، يعني الأعمال الروتينية المتكررة اللي احنا عارفينها لازم يعني تبقى موجودة وكل حاجة، بس المكتبة قد تموت إذا لم تجدد نفسها بطرق مختلفة. طيب، وطبعا ده كان بيتوافق جدا مع التوجه في الرؤية اللي أنا مقدمها للمكتبة، أن فيها أفكار جديدة وهكذا. يعني تفضل حضرتك. طب هنا هسأل بقى على أبرز التوجيهات اللي اتكلم فيها الرئيس خلال هذا الاجتماع، وبعدها عايز أفهم ولو النقاط رئيسية في رؤية الدكتور أحمد زايد حول تطوير أداء المكتبة وتطوير إسهامها كمان. طيب، أولا ده سؤال مهم جدا، وأنا طبعا يعني أخذت عدد من الدقائق القليلة أن أنا ذكرت أنه يعني هذا التوجه اللي ذكره سيادة الرئيس بأنه يعني أنه أن احنا نعمل أفكار جديدة، ده يعني أحسن يعني من أجود الأفكار اللي مطروحة، وأن احنا يعني في المكتبة بنتجه نحو تحقيق هذا يعني، وإن شاء الله هنتجه ليه أكثر في المستقبل، وأنه بدأت أتكلم على بعض الأفكار اللي مرتبطة بالرؤية. أولا الرؤية اللي أنا هقدمها وديها أعرضها بكرة بالتفصيل في الاجتماع الثاني لمجلس الأمناء بكرة في المكتبة، أولا بتقوم على فكرة أنه المكتبة لازم تبدأ أولا عملها يبقى مرتبط بما يحدث في مصر، خطة التنمية المستدامة، التوجهات فخامة الرئيس، المبادرات اللي تتم في مصر تتواكب مع التغيرات العالمية اللي موجودة على مستوى العالم، تربط ما بين الأسكندرية وتبقى الأسكندرية بؤرة للكوزموبوليتانية التي تربط ما بين إفريقيا وآسيا وأوروبا والأمريكتين، يعني تبقى نقطة في العالم منيرة كده كما كانت الأسكندرية القديمة. إنه المكتبة تحاول، دي كلها مبادئ يعني، في إن هي تحدث تغيرات في الإدارة بتاعت المكتبة نفسها وفي تنظيمها، لأن الهيكل التنظيمي للمكتبة يعني مدة طويلة من الزمن لم يتغير. دي كلها ربما تكون أشياء يعني مقدمات أساسية، بس طرح أفكار بقى. نحن مثلا أول فكرة إن احنا أهمية إن احنا نشتغل مع الشباب، لأنه الشباب كتلة كبيرة جدا في مصر وبتختطفها السوق من ناحية والوسائل التواصل الاجتماعي من ناحية تانية، فبيبقى في الآخر خالص الشباب بيحتاج انه نوع معين اخر من التوجيه، ان احنا نعلمه يخليه يهتم بالقراءه ويكون عادات للقراءه، يخليه يهتم بالابتكار والابداع، نعلمه كيف يبتكر وكيف يبدع، وان المكتبه تحاول في هذا الصدد انها تنتج المعرفه، يعني لا تنشرها فقط وانما تنتجها. صح. وتبقى مساهمه في البحث العلمي، يبقى عندنا افكار، عندنا مراكز بحثيه كثيره في المكتبه، فلا يجب ان المراكز البحثيه تكتفي فقط بنشر مقالات او عمل مؤتمرات، لا ده احنا ممكن نحول الطاقه التكنولوجيه الهائله اللي موجوده في المكتبه في الكمبيوتر يعني الى ان هي تبقى طاقه منتجه، ننتج تطبيقات في مجال الكمبيوتر زي ما عملت المكتبه قبل كده. احنا عندنا يعني براءتين اختراع موجودين في المكتبة، ليه ما نستمرش في ان المكتبة تعمل براءات اختراع مستمرة وتنتج معرفة حقيقية في العلم، ليس فقط في الأدب وليس فقط في الفنون، وانما يعني تبقى ايضا في المجال العلمي. والله ان المكتبة بتحاول ان هي تنشر ثقافة القراءة من خلال يعني نشر عدد من الكتب، عامل خطة لنشر عدد من الكتب كبير جدا، يعني عدد كبير بكتب صغيرة بسميه تراث الإنسانية للنشء والشباب، بحيث ان احنا ندي للشباب فكرة انه العالم الذي نعيش فيه
لم يتكون فقط من خلال الامور اللي هم عارفينها، ده تكون عبر فتره طويله جدا من الزمن من سقراط لغايه دلوقتي. في فكر انساني حتى قبل ان تنتهي الاديان موجود، لازم يعرفوه ولازم يعرفوا شكسبير ويعرفوا يعني الادب، الاداب العالميه، يعرفوا مين اللي خد نوبل ومين اللي ما خدهاش، يعرفوا الادب المصري، يعرفوا الثقافه الاسلاميه الحقيقيه المرتبطه بالتراث الاسلامي والفكر الاسلامي، يعرفوا ابن رشد وابن الهيثم والكندي، يعني كل التراث الانساني يبقى ملخص كده في كتيبات صغيره. ده احد المشروعات الهامه واللي بدات فيه بالفعل انفذه. ومن ايضا الافكار الهامه ايضا في المكتبه انه المكتبه تعمل جائزه عالميه. يعني انا وطرحت الفكره بالفعل واتكلمت عنها ان لماذا لا يكون المكتبه جائزه، ولماذا لا تكون جائزه المكتبه لا تقدر فقط بالاموال القليله التي تمنحها وانما بقيمتها وبموضوعيتها في الطرح، وان هي تبقى يعني جائزه لها احترامها بصرف النظر عن قيمتها الماديه، لانها تبقى جائزه مضبوطه موضوعيه مش فيها تدخلات. يعني نعمل جائزه عربيه كبيره ونعمل جائزه عالميه كبيره ونعمل جوائز ايضا للشباب الصغيرين في مجال الشعر والادب، نعمل مسابقه قوميه للقراءه وطنيه كده يشارك فيها كل الشباب، في الاخر خالص تقدر نجمع الاوائل منهم مثلا ونجيبهم هنا في المكتبه ويجلسون لمده شهر او شهرين يختلطوا بالمثقفين وبالفنانين ونعرضهم كده ومن محافظات مختلفه يشوفوا بعض من المنيا ومن التقاهديه وبعدين في الاخر خالص ممكن يعني ندعو الرئيس مثلا فخامه الرئيس انه يقابلهم ويديهم الجوائز. يعني ايضا المكتبه لازم تلعب دور تعليمي، يعني نفكر ان نخلي المكتبه يبقى فيها جامعه لانه المكتبه القديمه كان فيها جامعه، يعني من الافكار المطروحه ان المكتبه تؤسس جامعه وتبقى تؤدي يعني تهتم بثقافه البحر المتوسط وبثقافات البحر المتوسط وارتباطها بمجالات السياسه والثقافه والفنون المختلفه، تهتم بانتاج المعرفه التكنولوجيه والمعرفه في مجال الاي تي، تهتم بتقديم شباب جداد في مجال الاداره وفهم يفهمون الاداره بالمعنى الحديث جدا وبالمعنى المرتبط بالتحول الرقمي اللي موجود في العالم. وايضا لماذا لا تنشئ انه مدرسه المستقبل مختلفه؟ احنا في المستقبل نحن لا نعرف شكل المدرسه ايه، لانه احنا محتاجين نفكر في شكل جديد للمدرسه، لانه التحول الرقمي الهائل اللي بيحدث كل يوم بيخلينا دائما امام عجز شديد جدا في عمليه التعلم. فممكن المكتبه تقود نموذج جديد للمدرسه، تعمل مدرسه ديجيتال، يعني تبقى مدرسه كده الطفل من ساعه ما بيدخل كل المعاملات داخل المدرسه كلها بالكمبيوتر ولا يتعامل الا بالكمبيوتر، ويبقى يعني نخلق من خلال هذه المدرسه مبدعين حقيقيين. فكره المكتبه نفسها يعني احنا ما نعرفش المكتبه بتاعت المستقبل شكلها هيبقى ايه، يعني في المستقبل ممكن المكتبه تبقى في جيب كل واحد منا، فلازم نفكر ايضا في انه المكتبه في المستقبل تبقى يعني نفكر في فكره المكتبه اللي على الارفف وكتب وكده، محتاجين نفكر فيها شويه. اخر حاجه يعني احنا ممكن نفكر فيها حكايه الزائرين للمكتبه بيتزايدوا كل يوم، احنا عندنا بيدخل المكتبه تقريبا كل سنه حوالي انا عملت احصائيه لقيتهم حوالي 688,000 بمعدل حوالي 58,000 واحد في الشهر، ربعهم من الاجانب. فاحنا المكتبه في الحاله دي ما كانتش زمان مبنيه عشان تبقى مقصد سياحي، فهي تحولت الى مقصد سياحي، فلازم تفكر انها اولا تجيب دخل من هذا التطور، وثانيا ما تفكر في الصيانه بتاعتها، لانه المكتبه مدخولها 2000 كل واحد ممكن المبنى خلال 10 سنين يتهالك. فلازم احنا نعمل صيانه دائمه للمبنى، طبعا هو في صيانه موجوده بس نكثر الصيانه، نطور اسلوب الزياره، نخلق اساليب تكنولوجيه للزائر ممكن يدخل المتحف فيشوف المتحف من خلال نظم للميتافيرس مثلا، يلبس نظاره كده ويشوف التماثيل، واحنا عندنا ده بالفعل نطوره بحيث ان السائح لما يجي يشوف يقدر يدخل المتحف حتى وان لم يدخله، يعني يقدر يزوره من خلال الشاشه، يقدر يخش في VR يعني ونقدر نعمل علاقات مع وزاره السياحه، يعني نقدر
يعني تبقى المكتبة مقصد سياحي زيها زي، مش عايز أقول الهرم يعني، بس يعني ما أعتقدش إن العدد ده بيروح يعني الهرم كل يوم، العدد اللي بيدخل المكتبة يعني. والله يا دكتور معلش طولت عليك، بالعكس بالعكس تماما، لأنه حضرتك وحضرتك بتتكلم انا قاعد عمال ببتسم، يمكن المشاهدين وزملائي عارفين ان انا ببتسم ليه الحقيقه، لان انا وانا بتكلم قبل ما يعني حضرتك تنورنا بالمداخله التليفونيه، فانا كنت بقول نصا كده مكتبه اسكندريه في عرف الاكاديميا زمان كانت جامعه، قبل مفاهيم الجامعات في العالم دي كانت جامعه، وكانت اكبر واهم واول جامعه امام العالم، وكانت مقصد العلماء والمفكرين في كل العالم القديم. وان احنا نقدر نعمل ده لانه حجم العقول والقامات الكبيره اللي موجوده جوه المكتبه، انا قلت نصا كده لو المكتبه دي اتحولت الى مكان يمنح الدرجات الدراسيه، والله لا تبقى واحده من اهم 100 جامعه على مستوى العالم وفي وقت قصير. فعلا اسمها جامعه مكتبه الاسكندريه يعني، ارجوك ده فكره ونطرحها على فخامه الرئيس وهندرسها، وان شاء الله يعني عندي امل كبير جدا، واحنا عندنا الارض يعني وكده يعني، وان احنا نقدر نعملها يعني، وعندنا كمان تمويل يعني، ممكن المكتبه تمول هذه الجامعه من 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 المداخيل اللي فيها. واحنا بنشكر حضرتك انك اشرت فكرة الجامعة اللي موجودة في المكتبة القديمة، لأن ناس كتير ما يعرفوش كده، لأنه اللي بنى المكتبة واللي نصح ببناها واحد اسمه ديمتروس فيلسوف، فيلسوف هو اللي نصح بطليموس يقول له، جابه هو كان هزم كده في أثينا ويعني فقد، فجابه هنا وقال له طب تنصحني أعمل إيه؟ قال له أعمل مكتبة، وبدأت فكرة المكتبة، وبعدين تحولت إلى جامعة فيها أرشميدس وأبيقور ويعني و كل من أضاءوا العالم خرجوا من هذه المكتبة، كانوا في المكتبة طبعًا القديمة صحيح. نعم. ثم إنه كمان لما حضرتك اتكلمت على مسألة إنه إزاي المكتبة تقدر تلعب دور في تقريب ثقافات البحر المتوسط، وزي ما كانت بتلعب هذا الدور تاريخيا وإدخالها إلى العمق الإفريقي والعمق الآسيوي والعربي، وده دور مصر ودور المكتبة دي بالتحديد. ده صحيح. ده مكتبة صحيح. اسكندرية صحيح. يعني وهو المكتبة يعني زي ما مكتوب حتى في القانون بتاعها أنها منارة مصر على العالم ومنارة العالم على مصر، فالمفروض هي تبقى زي المرآة كده، حتى المبنى بتاعها أستاذنا يعني بتلاقي حضرتك زي المراية كده بيشع نور على البحر المتوسط طبعا. وبياخد نور من البحر المتوسط صحيح. معلش الميتافور يعني، لا بس هي فعلا كده يعني، الصورة البلاغية جميلة من المبنى، أنه كما لو كان تصميم المبنى نفسه كما لو كان مرآة بتمتص الشعاع، ومرآة أيضا بتصدر شعاع. والله يا فندم أنا يعني دائما متحمس لمكتبة اسكندرية، ودائما ببقى فخور أن أنا بقعد أحيانا مع دكتور أحمد زايد أو أتلقى رسائله اللي بترفع معنوياتي للسماء. ربنا يخليك، ده أنت يعني لا يا بتعمل فندم نمط من الإعلام جديد ومتميز وصح فكر متميز، وانا بحييك على كل اللي بتعمله. يا بختي بالشهاده دي والله، وبالتالي فانا اكثر حماسا دلوقتي ان انا اخد زملائي ونيجي على اسكندريه، نقعد هناك يومين جوه المكتبه، نقعد مع دكتور احمد زايد ونقعد نتفرج ونصور المكتبه العظيمه، ونفرج مصر والعالم العربي والعالم عليها. ربنا يخليك، ده انتوا تنوروا اسكندريه. لا ده احنا يعني نتشرف والله، مكتبه نتشرف احنا. انا هنسق مع حضرتك وانا يعني شبطان ومصمم ان شاء الله. ان شاء الله، وده هيبقى اسهام جميل جدا، هيخدم المكتبه كتير، ويعني هيعرف كتير بالمصريين بيها، لانه برنامج حضرتك مشاهد على قطاع كبير جدا من المصريين ما شاء الله، فلما يشوفوا المكتبه، لانه كتير جدا من الناس برضه ما زاروش المكتبه، بس عندنا امل انه المكتبه دي يعني ان شاء الله يعني كما كانت في الماضي وكما كانت في زمنها الحاضر، يبقى فعلا مصدر اشعاع ومصدر صحيح. طاقه كبيره جدا في القوه الناعمه المصريه صحيح. وحضرتك اداه وقدوده دكتور، انا بشكرك جدا جدا جدا، وشكرا على كل المجاملات الرائعه اللي حضرتك اديتها لنا النهارده في الحلقه. كل الشكر للدكتور احمد زايد مدير مكتبه اسكندريه، واللقاء اظنه قريب، ربنا يكتب لنا جميعا العمر، بل اتمنى انه يكون قريب جدا. والله انا فعلا ببقى فرحان جدا دكتور احمد زايد، لقيته ان هو بيشوف البرنامج وبيتابعه، وروح مثلا بعت لي
رسالة أنا شفت كذا وكان، فببقى قاعد فرق دكتور أحمد زايد بيبعت لشخص المتواضع، أنا أمي دعيالي ولا إيه؟ والله بكلمكم بجد وبدون مبالغات، دكتور أحمد زايد مفكر مهم كبير جدا، مش بس في مصر، وبالمناسبة مش بس في المنطقة العربية، في العالم يعني. على كل، أنا هروح لفاصل وهنرجع نكمل الكلام. طيب اهلا بيكم معانا مره تانيه. طيب خلونا نخش في موضوع اخر. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه بان فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعث رساله للرئيس التركي رجب طيب اردوغان بمناسبه فوزه بالانتخابات الرئاسيه واعاده انتخابه رئيسا لتركيا لفتره رئاسيه جديده. يمكن ده التصريح والبيان الرسمي كما هو صادر حتى على الصفحة بتاعة الفيسبوك. وأظن كلنا يعني كنا بنتابع الانتخابات التركية والمنافسة ما بين الرئيس الحالي في ولاياته الجديدة رجب طيب أردوغان وزعيم المعارضة كمال أوغلو وما إلى ذلك، وتابعنا كافة التفاصيل، وفي النهاية كانت هذه هي النتيجة للانتخابات الرئاسية. خليني بقى أخدك ونطلع على ده جانب من الاحتفالات اللي في تركيا. ده ده بث مباشر لأنصار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يحتفلون بالفوز ويرفعون علم تركيا مرة تانية. ده أي الميادين ده يا جماعة؟ ده إيه؟ ده ميدان تقسيم ولا إيه؟ طبعا انا ما اعرفش في تركيا غير ميدان تقسيم بصراحه، يعني لم يسبق لي ان انا سافرت تركيا خالص اطلاقا، اللهم الا انه نزلت مثلا في المطار مرتين، كان ترانزيت، ده في انقره مش في اسطنبول، معلش يعني اعذروني لان انا لم يسبق لي السفر، فحتى مش هقدر احدد لك المعالم بالنظر يعني، الى ان نذهب الى هناك في يوم من الايام يعني. طيب تعال نروح بقى على مسألة قناة السويس والسفينة زين هاي تونج 23. زين هاي تونج 23، شوف الحدوتة دي بالنسبة لي أصبحت حدوتة عادية جدا، يعني لما يجي يقول لك مثلا الله يا جماعة ده في سفينة مش عارف جنحت، ده في سفينة حصل كذا، ده في سفينة مش عارف عطلت، أي حاجة بعد قصة السفينة ايفر جيفن وايفر جرين والكلام ده، فبقى الموضوع بالنسبة لي عادي. والله العظيم أول ما قالوا الموضوع بتاع السفينة دي أول حاجة قلت عادي. عادي إزاي يا عم؟ قلت لهم عادي يا جماعة، إحنا بقينا، لا مش عادي إنه حصل عطل، لا عادي نقدر نخلص القصة، والمواضيع بالنسبة لنا بتبقى يعني ساعات بالكتير يومين ثلاثة وكل حاجة بتعدي. اللي بيجرى في قناة السويس من تطور وتطوير على كافة المستويات، سواء إذا كان كوادرها وكفاءتها أو التطوير اللي بيجرى في التوسعة وفي التعميق وفي التكريك وفي حفر قناة تانية و و و و و حقيقي حقيقي شيء مبهر أمام العالم. ولو حكيت لكم اللي بيحصل في قناة بنما دلوقتي يعني هتقول بص يا أخي تصاريف القدر وربنا سبحانه وتعالى كريم معنا قوي. فوق كل ده كمان وما شاء الله تاتش وود، عائدات قناة السويس في ارتفاع، وأظنها هتسجل رقم تاريخي قياسي جديد بوصول لعتبة 9 مليار وكسور. هنا ناخد بكل ترحيب ومحبة وتقدير سيادة الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس. أهلا بيك يا فندم. أهلا وسهلا يا فندم، إزي حضرتك؟ إزي صحة سيادة الفريق؟ المقدمة الجميلة لا يا فندم خلاص، إحنا تعودنا إن مفيش مشاكل في القناة، أي حاجة بتحصل بتتحل يعني. اتفضل ربنا. والله الحمد والله لله، والله الحمد لله. هو ايه اللي حصل مع السفينه دي علشان الناس يعني لو عايزه تطلع على بعض التفاصيل؟ هي السفينه كان حصل فيها عطل في الماكينات، وهي في الكيلو 157 يعني كانت لسه داخله ببلاش 5 كيلو تقريبا من مدخل السويس الجنوبي، ولما حصل فيها العطل طبعا خلاص ما بقاش في سيطره على السفينه، وبالتالي شحط لجهه الشرق. دي طبعا تذكر للبيهيفير بتاع مركب ممكن تروح الشرق او الغرب، ما فيش مشكله يعني.
فطبعا احنا دلوقتي من الخبرات الموجوده والكفاءات الموجوده في عمليات الانقاذ والقطارات اللي بتبقى جنب المراكب دي وتمر معاها القطارات المصاحبه، بتثبت السفينه في المكان اللي وقفت فيه عشان ما يحصلش ليها تفاقم للموقف، وبتستدعي او بتقول المشكله وبنبعت احنا قطارات اخرى عشان تساعد في عمليه الانقاذ. وده اللي تم بالظبط. احنا بيعدينا زي قوات انتشار سريع كده في السويس والاسماعيليه وبورسعيد، فطبعا الحادثه دي كانت قرب السويس، فطلعنا 3 قطارات من مارينا السويس مع القطره اللي كانت موجوده، الاربع قطارات، وكان الموضوع يعني يعتبر سلس، الا ان كان في المخطف، كان الابطال بتاع المركب كان رمى المخطف او الهلب يعني بتاع المركب عشان يثبتها بعد ما حصل عمليه عطل الماكينات، وبالتالي المخطف ده لما نزل عقر في القاع، فبقت في مشكله ثانيه غير المشكله بتاعت ان احنا نقطرها، يعني مشكله طيران سهل يعني. وطبعا احنا برضو الحمد لله بنبقى مجهزين وحدات او ناس موجوده من الانقاذ يختصوا بيشوفوا ايه المشكله اللي تحت المركب قبل ما نبدا نعمل عمليه العطف، فلما لقوا المخطف ده هم فكوه يعني وسلكوه، وبالتالي المركب بقت سهله ان احنا نقطرها. الموضوع ما خدش منها 2 3 ساعات واتقطرت لغايه، كان اقرب حاجه ليها انها تنزل ثاني خط السويس لغايه ما تصلح. فعلا اتصلحت والطاقم بتاعها صلحها، والنهارده الصبح دخلت في القافله بتاعه الجنوب ثاني تعيد ثاني القاره، دخلت ثاني والحمد لله خرجت وكل تمام الحمد لله. الحمد لله ما شاء الله. طب انا كنت بقول انه ساعات قاعد عمال اقرا تقارير ما، وهذه التقارير منشوره بره بصراحه بتتكلم على انه من المتوقع ان تصل قناه السويس في عائداتها ان شاء الله يا رب باذن الله تخش في 9 مليار، الكلام ده جد؟ والله احنا بنعمل طبعا، احنا الشهر الجاي ان شاء الله هو اخر السنه الماليه، احنا السنه اللي فاتت كنا عاملين 8 مليار ايوه، احنا كنا بنتكلم ان احنا ان شاء الله السنه دي هنزيد حوالي 500 مليون كمان يعني 8 مليار ونص ماشي، وبنعمل ان شاء الله خلال الشهر ده يعني لسه الحسابات ما خدتش ان احنا نعدي الرقم ده باذن ان شاء الله، وهنطمنكم تقول الناس هنخبركم يعني ان يعني ممكن يبقى على شهر 12 لا انا بتكلم على شهر السنه الماليه بتاعتي لاخر 6 لكن انا اتوقع انه او على حسب ما تقول الصحافه الغربيه الحقيقه انه بيتكلموا على انه بنهايه العام توصل لل 9 مليار، ده متوقع جدا. طبعا ان شاء الله باذن الله بفضل ربنا الحمد بإذن لله. سياده الفريق يعني مش عاوز سياده الفريق مش عاوز حسد اللي هو يعني شيلوا العين عننا شويه ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. طيب يعني انا مع حضرتك، اتفضل يا فندم. اتفضل. لا انا كنت بقول يعني عايزين نرجع برضه الفضل يعني طبعا ربنا الاول، وبعد كده سياده الرئيس عبد الحسيس اللي بيتابع معانا يوميا اللي بيحصل في القناه والتطوير اللي بيحصل سواء في كان في المجرى الملاحي او في الاسطول نفسه. الحقيقه ان هو دعمنا دعم كبير جدا، وانا بصراحه ما شفتش الدعم ده بالطريقه دي ابدا يعني. يعني انا لما اقول ان انا عايز 4 قطرات يقول لي خليهم 10. الكلام ده ما بيحصلش يعني، بالعكس انت تقول عايز 10 يقول لك خليهم 5 عشان المصاريف، تقول عايز 4 يقول لك خليهم 10. ودايما القناه يبقى عندها قدرات عندها امكانيات تكون احسن حاجه قدام العالم، ودي قناه مش قناه اقليميه ولا قناه قناه عالميه، فلازم حاجتها وقدراتها وامكانياتها تكون اعلى حاجه وعلى اعلى مستوى. طب هو بيدعمنا دعم كبير جدا ويخلينا طبعا ان احنا نبذل اقصى جهد عشان نبقى عند حسن الظن اللي هو بيقدمه لنا ده، مش احنا بقى نتخاذل يعني. طب سياده الفريق اعتقد انه لما الفريق اسامه ربيع يطلب 4 والريس يقول لا خليهم 10، على ما يبدو بالنسبه لي انه هناك رؤيه لمضاعفه السفن اللي بتعدي في قناه السويس من حيث العدد، او مضاعفه الاحمال اللي تبقى موجوده، الغواطس الى اخره، يعني من 4 ل 10 ده احنا بنتكلم في زياده 2.5 مرات. 2.5 تمام صح طبعا كلام حضرتك مظبوط، والحقيقه ان احنا يعني برضو يعني الحسبه يعني هو قال لي انت هتحتاجه من 10، قلت له ده انا محتاجهم قوي، قال لي طب ما بتطلبش ليه؟ قلت له يعني انا بطلب برضه على قد يعني الحدود، وبعدين لما تزود قال لي مش عاوزين نتقل يعني يعني مش عايزين نتقل يعني زي ما بنقول مش عايزين نتقل يعني. هو السيادة بصراحه في الحاجات دي يقول لك لا قناه السويس اللي عايزاه قناه عالميه اللي محتاجاه تجيبوه ما دام محتاجينه، لدرجه ان احنا بنعمل دلوقتي قطرتين كمان 190 طن قوه شد، يعني دي عمليات الانقاذ بقى حتى قلت لي يعني ممكن تشتغل في عمليات الانقاذ مش في قناه السويس بس، بره كمان ممكن حد يحتاجها ونأجرها وكده، خلاص نعملهم على طول يعني. قصدي سيادته بصراحه يعني بيقدم كل الدعم، وبالتالي احنا مش ممكن ناخر اي جهد ولا نقول اي جهد ان احنا نرفع مستوى القناه عالميا، وهي بقت برضه محط انظار العالم كله قناه السويس بالتطوير اللي بيحصل فيها وبالخدمه اللي بنأديها وكفاءة المرشدين اللي بيشتغلوا على المراكب دي زي الناس بتشكر فيهم بتقول على كفاءتهم، ان احنا بندربهم بنرفع كفاءتهم في السيميليتر اللي عندنا اللي اكبر سيميليتر موجود في الشرق الاوسط، والناس على حقيقه على مستوى عالي جدا يعني. احنا النهارده مثلا
بالمناسبة يعني امبارح كان في 89 سفينة، النهاردة في 88 سفينة ب 6 مليون طن، والقباطين شغالين يعني المرشدين شغالين ليل نهار بصراحة يعني ما بيريحوش. فبرضه احنا يعني من خلال البرنامج بتاعتك نقدم لهم كل الشكر والتقدير طبعا والتحية على اللي بيقدموه لخدمة البلد وخدمة قناة السويس ورفع مستوى قناة السويس وعالميا تبقى ازاي نظرة العالم لينا يعني. صحيح. سيادة الفريق يعني ما شاء الله وتاتش وود والله أكبر، ويعني من الأفضل إلى الأفضل منه. كل الشكر لسيادتك يا فندم، وكل الشكر لكل فريق العمل اللي موجود في القناة علشان نوصل لهذه المرحلة من الإطمئنان دائما إنه لا توجد أي مشكلة في قناة السويس لا تحل، بل وفي أسرع وقت ممكن. كل الشكر لسيادة الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس. بالمناسبة ابقوا فكروني والله مرة كده عايزين نقعد نتكلم حبة، بما اني بتكلم على قناة السويس يعني، بس نتكلم على بورسعيد. اه والله مرة يعني نقعد نتكلم على بورسعيد والمينا هناك واللي حصل فيها والتطوير والأرصفة والتحمي، كل الحاجات اللي بتجرى، اللي بيحصل في بورسعيد يوصلها في يوم من الأيام انها تبقى روتردام بتاعة الشرق الأوسط، وهذا اليوم قريب. بس على كل، تعالى نروح على حاجة من الحاجات اللي طول الوقت طول الوقت تميز مصر: العلم، العلماء، البحث العلمي. طيب التصنيفات بتاعة الأكاديميات والجامعات المصرية. نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقرير أنا أشوفه مهم جدا، هو من ضمن سلسلة فعلا بالغة الأهمية بالنسبة لي: أين كنا وكيف أصبحنا. ده بيسلط الضوء من خلال الإنفوجراف على جهود الارتقاء بالتعليم العالي والبحث العلمي خلال الثمان سنوات اللي فاتوا، وقفزة حقيقية حققتها الجمهورية الجديدة في هذه المؤشرات والتصنيفات الدولية للتعليم الجامعي باعتباره أساس الإعداد للبحث العلمي ومتطلبات سوق العمل. زملائي بيقولوا لي كل سلايد 30 ثانية. شوف بقى 30 ثانية كده، دي بقى ايه؟ تبقى اعجاز. انتوا بتعجزوا، خليها دقيقة يوز 60 ثانية. تعالي ننقل هنا، بس هتعدوا من اول ما تنقلوا على الشاشة. ده انتوا مستقصديني بقى. طيب تعالي نشوف الرؤية الدولية لتطوير منظومة التعليم العالي في مصر. فيتش سولوشنز بتقول ايه؟ بتقول تواصل مصر تقديم بعض من افضل الجامعات في المنطقة من جامعات القاهرة وأسوان والمنصورة، وإن ده انعكس في إدراج الجامعات المصرية ضمن تصنيفات أفضل الجامعات على مستوى العالم. بالمناسبة إنه هذه الجامعات المذكورة موجودة بالفعل في التصنيفات بتاعت كيو اس وتايمز، وموجودة في مراتب جيدة جدا ما كانتش واصلة لها قبل كده. طيب المبادرة، ده الكلام ده على فيتش نفسهم، بيقولوا المبادرة أو مبادرة حياة كريمة بتستهدف إيه؟ بتستهدف جودة الخدمات التعليمية في القرى المصرية. من ضمن الأهداف بتاعتها تأسيس البنية التعليمية القوية والجامعات الحكومية والخاصة في كل المحافظات، والتوسع في إيه بقى؟ إنشاء الجامعات التكنولوجية. التكنولوجيا يا جماعة والجامعات المتخصصة تكنولوجيا مش صايحة جديدة في العالم، هي كانت موجودة في العالم. فاكرين الرئيس لما اتكلم على احنا فاتتنا كام ثورة تكنولوجية وصناعية، وانه احنا مش لازم نجري، ده احنا لازم نحقق القفزات. هو ده اللي بيتكلم عليه الرئيس. يعني انا هضرب لك مثل: سويسرا فيها معهدين تكنولوجيا، واحد منهم رقم 2 على مستوى العالم والتاني رقم 6 على مستوى العالم. امريكا عندها مثلا 2، عندها واحد اللي هو MIT الشهير، يعني بتوع سويسرا واحد في زيوريخ واحد في لوزان، بتوع امريكا واحد فوق في ماساتشوستس والتاني في كاليفورنيا، يعني MIT وكالتك. انت متخيل الحاجات دي بقى لها كام سنة في الدنيا؟ مش هقولك عشان ما تتصدمش، لكن اللي بيجرى في مصر دلوقتي هو تحقيق هذه القفزات، جامعات التكنولوجيا. تعالى نشوف الربط اللي بيتعمل على عهدة فيتش مش على عهدتنا، وهو بيتكلم على ازاي مصر بتشتغل انه المشروعات التعليمية اللي موجودة في العاصمة الإدارية الجديدة تشتغل على تقوية الروابط ما بين شتى الجامعات المصرية، فيبقى في ربط ما بين كافة الجامعات وتبادل الخبرات والأبحاث والدراسات وما إلى ذلك. تعال نشوف اليونيسف التابعة للأمم المتحدة، هم بيقولوا مصر قامت بتأسيس بنية تحتية رقمية
لدعم نظام التعليم، وكمان أنه الاستثمارات طويلة الأجل في التعلم الرقمي خففت من وقت جائحة فيروس كورونا. تعال نشوف الدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام لمنظمة الأسيسكو وهو بيتكلم، بيقول إيه؟ بيقول أود أن أشيد بالتطور اللي بيشهده مجال التعليم العالي في مصر. مصر بتخطو خطوات واثقة على اعتاب رؤية 2030 واللي رسمت أبعادها القيادة المصرية بما يتوقع معه زيادة عدد الجامعات المصرية المصنفة عالميا. طيب تعال نشوف مجموعة أكسفورد للأعمال، بيقولوا من المتوقع أن تجذب المزيد من الجامعات الدولية في مصر عدد أكبر من الطلاب، ده أكسفورد للأعمال. وبيقولوا أنه مصر هي رائدة في مجال التعليم العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. أمال إحنا شعب عظيم يعلم كل شعوب الدنيا من قليل يا جماعة؟ طب تعال نشوف اللي بعده، تعال نشوف تقرير التنمية البشرية والصادر عن الأمم المتحدة، بيتكلم على ارتفاع عدد الجامعات الحكومية وارتفاع عدد الجامعات الخاصة وكمان التنوع المستمر في البرامج المختلفة داخل هذه الجامعات والمسارات التعليمية وزيادة التغطية الجغرافية، يعني الجامعات تخدم أوسع نطاق جغرافي ممكن. عدد الجامعات اللي اتبنى في مصر خلال الثمان سنين اللي فاتوا اتبنت جامعات جديدة. تقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة أيضا يتحدث حول أداء المؤسسات التعليمية خلال جائحة كورونا، هم بيعتبروا الأداء المقبول والملائم من الجاهزية للتعامل مع هذه الأزمة خصوصا في تطبيق أنماط التعليم عن بعد. تعال نشوف بقى تايمز هاير إديوكيشن. تايمز هاير إديوكيشن ده شوف هم في تصنيفين مهمين جدا أو ثلاث تصنيفات مهمة، تايمز وكيو أس والتصنيف الصيني. حلو؟ تايمز هاير إديوكيشن هو التصنيف الأكثر قسوة، أنا بكلمك بأمانة أكثر قسوة، معاييره شديدة وغلسة ومعقدة وحاجات كده يعني رهيب رهيب. التصنيف الأهدى شوية كيو أس، بس أنا بشوفه أكثر واقعية يعني لأنه هادي يعني في التاتا تاتا كده. التصنيف الصيني تصنيف مهم وليه معايير تختلف حبة عن كيو أس وتايمز، بس تعال نشوف تايمز هاير إديوكيشن بيقول إيه؟ بيقول تعد مصر الدولة الإفريقية الأكثر تمثيلاً في تصنيفات تايمز للتعليم العالي، ده تصنيف بيتكلم على أهم وأكبر وأفضل جامعات الدنيا، طيب، وبيقولوا إن مصر بتشتغل على تخطيط جاد للإصلاحات الكبرى في نظام التعليم العالي، أنت عارف في 30 سنة يوم إن في جامعات اختفت من تايمز، جامعات مصرية اختفت من تايمز مش موجودة، جامعات اختفت من كيو أس مش موجودة، التصنيف الصيني جامعات اختفت منه بالكلية وعادت خلال الثمان سنين اللي فاتوا للصين أو التصنيف الصيني والتايمز والكيو أس. مش بس كده لا، ودخلت في قائمة الخمسمية الكبار على تقريبا عدد 6500 لسبعة آلاف جامعة معتبرة على مستوى العالم. بص اليونسكو بتقول تصدرت مصر العناوين بالآونة الأخيرة بفضل مبادرتها ومنصتها الرائدة بنك المعرفة المصري. بص على تحديدا هم بيتكلموا او تحديدا بص على وزراء التعليم العالي العرب المشاركين في مؤتمر المنظمه العربيه للتربيه والثقافه والعلوم، قالوا اشاد كل الوزراء باهتمام القياده المصريه بالشباب والتعليم من خلال تبني عدد من المبادرات التفاعليه مع الشباب والمؤتمرات الوطنيه والاقليميه بل والعالميه. تعال نشوف ازاي مصر اتقدمت في مؤشر سيماجو للنشر العلمي منذ صدوره. مصر اتقدمت 13 مركز، احنا كنا في المركز رقم 37 سنة 96، في 22 بقينا المركز رقم 24. طب بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على عدد الابحاث العلمية المنشورة. خد بالك انت هنا داخل بقى ايه المنافسة اللي ما بينك وما بين انجلترا واكسفورد وكامبريدج و كوين ماري وكينجز وامبيريال كوليدج، ده على سبيل ده انا جايب لك بلد يعني دي انجلترا بس حاجه ده غير بقى هارفرد وييل وستانفورد في امريكا يعني حاجات كتير. فانت واصل للمركز 24 في النشر العلمي بين جامعات العالم،
اللي بقول لك ان هم تقريبا الجامعات المعتبره في العالم 6500، فانت في النشر مركزك ب 24 طبقا لسماجو. طيب تعال نشوف، او سايماجو، تعال نشوف في يو اس نيوز مصر تقدمت في مؤشر جوده التعليم ازاي. تقدمت 14 مركز، احنا في 2019 كنا يا دوب وصلنا لحد 51، جينا في 22 عملنا قفزه ثانيه وصلنا ل مركز 27، وده تصنيف متعلق بأفضل الأنظمة التعليمية. تعال نشوف إيه الـ 41 مصر، الـ 41 مركز اللي تقدمتهم مصر كان في أي حتة تحديدا. الحتة دي في قدرة النظام التعليمي على تلبية الاحتياج، فمصر قفزت 41 مركز. تخيل يا أخي 2019 بكل الجهود المبذولة احنا كنا في 108، انت متخيل ده معناها ان احنا كنا فين في قبل 2014؟ اذا كنت في 19 بقيت المركز 108، تيجي سنة 21 بقيت المركز رقم 67. هنا المؤشر ده بيقيس مدى مساهمة النظام التعليمي في خلق اقتصاد قوي وتنافسي يقدر يخرج كوادر في مختلف المجالات والمناحي تنهض بالاقتصاد المصري. يعني المسألة بقت مسألة متعلقة بالكيفية مش بس بالكمية. هنا دي الاختلافات، مش عدد خريجين، لا عقول. تعال نشوف ال 14 مركز، آسف، ال 10 مراكز اللي تقدمتهم مصر في مؤشر الابتكار العالمي. 2014 احنا كنا رقم 99، بقينا رقم 89 على مستوى العالم في مؤشر العالمي للابتكار. هنا بقى المؤشر ده عنده أكتر من ركيزة، منها البحث والتطوير، منها الإنفاق على البحث العلمي، احنا محتاجين نشد في حيلنا شويتين، تصدير الصناعات عالية التكنولوجيا بنشد حيلنا فيها فعلا تلات حبات دلوقتي. تعالى ناخد صفحة رقم 4. طيب سايماجو بقى، تصنيف سايماجو زي ما كنت بقولك هو تصنيف للمؤسسات الأكاديمية والبحثية، بيستخدم مؤشرات مركبة complicated زي ما بيتقال، ثلاث مؤشرات فرعية هي الأداء البحثي، المخرج الابتكاري، التأثير على المجتمع، وبيقاس التأثير على المجتمع بمدى ظهوره على الويب سايتس. طيب مصر في المرتبة الأولى عربيا وإفريقيا من حيث عدد الجامعات المدرجة لعام 2023، طبيعي جدا. يجي بعدنا العراق، ثم الجزائر، بعد كده نيجيريا، ثم المملكه العربيه السعوديه، المغرب، اسمه ايه ده، قول معايا، جنوب افريقيا، الاردن، تونس. بس انا بقى اشوف انت رقم عندك 49 جامعه، العراق 41، الجزائر 39، نيجيريا 38، السعوديه عندها 36، المغرب عندها 26، وهكذا وصولا الى دوله الكويت الشقيقه، خمس جامعات. وتم استبعاد بعض من الدول اللي تم ادراجها باربع جامعات في اقل، يعني اي دوله عندها اربع جامعات او اقل ما اتحطتش في المؤشر. طب تعال نشوف عدد الجامعات المدرجه في هذا التصنيف ومنذ صدوره. ال 49 جامعه مصري موجودين جوه التصنيف، 49 بتوعي جوه التصنيف. طيب انت متخيل ان 2009 كان في التصنيف، 2009 و2010 15 جامعه في 17 جامعه. بص بقى من 2014 23 25 29 31 34 35 42 49 جامعه، اكتر من ثلاث اضعاف اللي كان مدرج قبل 2011. اللي بعده، طيب تصنيف تايمز البريطاني واللي بيعتمد على 13 مؤشر بيقيس أداء الجامعات عبر التدريس والبحث ومشاركة وإتاحة المعرفة والنظرة الدولية لحوالي 1800 جامعة من ضمن أو مشمولين داخل 104 دولة على مستوى العالم. طبعا نضيف لده عدد الأساتذة، عشان ده جزء من المؤشرات بتاعت تايمز وكيو اس، عدد الأساتذة بالمقارنة بعدد الطلاب، تضيف لده كمان عدد الطلبة الدوليين أو من غير أصحاب الجنسية بتاعت الجامعة، إذا كانت الجامعة في مصر يبقى في كم جنسية موجودة مثلا في جامعة القاهرة، موجودة مثلا في اسكندرية، في عين شمس، أسيوط، إلى آخره. وده جزء من المؤشرات، وطبعا معدلات النشر وما إلى ذلك. طيب عندك 26 جامعة من مصر موجودة في مؤشر
تايمز البريطاني، تايمز هاير اديوكيشن لسنه 2023، وبالتالي مصر هي المرتبه الاولى عربيا وافريقيا، 26 جامعه في التايمز، بعد كده السعوديه هي المركز الثاني بعدنا 21، جنوب افريقيا 15، الجزائر 13، نيجيريا 12، إلخ وصولا الى اثيوبيا عندهم جامعتين. عدد الجامعات المصريه الموجوده في التصنيف 16 بقوا 3، 17 بقوا 8، 18 بقوا 9، 19 بقوا 19 جامعه موجوده في التصنيف، 20 بقوا 20 ما شاء الله، 21 زودنا جامعه، 22 بقوا 23، 20 23 26 جامعه مصريه موجوده في تصنيف تايمز، وهو التصنيف الاشد والاكثر غلاسه. تعال نشوف التصنيف بتاع يو اس نيوز، وده اللي هناك في الولايات المتحده الامريكيه، اللي بيعتمد ايضا على 13 مؤشر لتقييم كل جامعه بناء على الاداء البحثي، التقييم من قبل اعضاء المجتمع الاكاديمي حول العالم وفي المنطقه. مصر هي المرتبه الثانيه عربيا والاولى افريقيا من حيث عدد الجامعات المدرجه لعام 2023. السعودية عندها 20 جامعة، مصر المركز الثاني 19 جامعة، جنوب افريقيا 13 جامعة، وتم استبعاد الدول اللي تم ادراجها في التصنيف بجامعة واحدة بس، فنصل الى انه عندنا في الاردن في جامعتين، لبنان جامعتين، قطر جامعتين، غانا جامعتين، طبقا لتصنيف يو اس نيوز. طب تعالى اتفرج، احنا 2019 كان عندنا 11 جامعة، فضل المنحنى بتاعنا في حالة صعود زي ما انت شايف، 11 14 16 17 19، اذا ممكن على السنة الجاية نبقى في حدود 21 22 جامعة ويمكن ازيد من ذلك. تعال نشوف اللي بعده، صفحة 7، 14 جامعة مصرية مدرجة ضمن تصنيف كيو اس. لا انا هنا بقى ايه اقول لاصدقائي، يا جماعة كيو اس ده 6500 أصلا على كيو اس ده كل يوم. اه والله، ليه بقى بقعد انا احب اقرا حكاية الجامعات دي ومش عارف ايه واشوف التصنيفات وبص يا ترى الجامعات بتاعتنا ترتيبها ايه عامل ايه الجو ده. بص انا راجل حقاني، السعودية على سبيل المثال، أنا بس مش متذكر اسم الجامعة، هل هي جامعة الملك عبد العزيز ولا جامعة الملك فيصل؟ هي اللي واخدة ترتيب متقدم جدا ما بين الجامعات العربية المصنفة داخل الكيو اس، أظن ترتيبها رقم 120 لو أنا فاكر يعني، أفتح لكم حتى كيو اس ونبص عليها سوا. على تصنيف 23، وده جيد بالمناسبة، المنافسة في الحاجات اللي زي كده بتبقى حلوة. طيب تعال نبص كده، تصنيف كيو اس يعتمد على 8 مؤشرات لتقييم الجامعات، السمعه الاكاديميه، كيفيه اعداد الجامعه للطلاب لسوق العمل، ده موجود فعلا على كيو اس وبيطلع لك النسب بتاعتها، طبعا نسبه الطلاب الدوليين، معدل النشر، نسبه الاساتذه الى الطلاب الى اخره. مصر هي المرتبه نمره 2 عربيا بعد المملكه العربيه السعوديه والاولى افريقيا، الفارق بس جامعتين. السعوديه لديها 16 جامعه، مصر لديها 14 جامعة، الإمارات 11، جنوب إفريقيا 9، تعالى نرجع عند إخواننا العرب، الأردن 8، لبنان 8، لأنه لبنان طبعا عندهم كفاية الجامعة الأمريكية أظن تصنيفها رقم 437، إخواتي اللبنانيين يفكروني، إحنا طبعا عندنا الجامعة الأمريكية بتاعت القاهرة عندهم الأيو بي رقم والجامعة الأيو سي بتاعتنا أظن وراها بحوالي 10 مراكز، فعايزين نشد حيلنا حبتين. المهم يعني عندك تونس 3، الكويت 3، فلسطين 3، البحرين 3، السودان 2، أي دولة فيها أقل من جامعتين مش موجودة جوه التصنيف. عدد الجامعات المدرجة، بص احنا في 2020 2020، أنا ما جبتلكش كيو اس فتسعة وعشرة هنزعل قوي قوي. طيب 2020 كانوا 6 جامعات، وبالتالي تضاعف عدد الجامعات بأكثر من الضعف وصولا إلى 14 جامعة سنة 23. 18 جامعة مصرية تم زيادتها في أعداد الجامعات المدرجة في تصنيف كيو اس للمنطقة العربية تحديدا خلال السبع سنوات. كيو اس لما بيجي يصنف بيصنف ريجن وبيصنف العالم،
وبيصنف بالمدينة وبيصنف بالدولة وبيصنف بالتخصص إلى آخره. فأنا عندي 33 جامعة سنة 23، قبلهم كانوا 29، قبلهم كانوا 25، تخيل في 2019 كنا 20. أيوة، بص بقى، الجامعات المصرية في تصنيفات التعليم الدولي للجامعات، 6 جامعات مصرية جديدة تم إدراجها في تصنيف شنغهاي، أهو ده التصنيف الصيني اللي بقولك عليه، الجامعات منذ دخول التصنيف. 2006 كنا جامعة واحدة، خش على 11 جامعة مصرية الجديدة اللي تم تصنيفها أو اللي تم وضعها وإدراجها في تصنيف شنغهاي للتخصصات الأكاديمية. 2017 13 جامعة، 2022 24 جامعة. طب تعالى نشوف 21 جامعة مؤسسة علمية جديدة تم إدراجهم في تصنيف ويبوماتريكس الأسباني منذ دخول مصر لهذا التصنيف. 2012 كان عندنا 57 جامعة، في 23 بقينا 78. أيوة بقى، 11 جامعة مصرية جديدة تم إدراجها في المؤشر بتاع RUR الروسي للجامعات، أكتر من 5 أضعاف في 2023، بقينا 15 جامعة. خليك معايا يا أحمد لو سمحت، ما تسيبنيش يا أحمد، مش عارف أحمد مين. جامعات مصرية جديدة تم إدراجها في تصنيف لايدن الهولندي منذ دخوله أو منذ دخولها التصنيف، من ساعة ما دخلنا إحنا في التصنيف، إحنا مصر، لحد 2013 خير اللهم اجعله خير برضو واحد، زادوا 10 أضعاف، بقى عندنا 10 جامعات في 2022، من جامعة لعشر جامعات. طيب تعالى نشوف التصنيف بتاع CWR. كان عندنا 4 جامعات لحد 2014، 5 أضعاف هذا العدد في 2023، 20 جامعة يا مؤمن. خلصت الحتة دي، فاصل ونكمل الكلام. استحالة استحالة يبقى في مسلسل من ضمن 5 مسلسلات تعتبرهم هم أهم مسلسلات شفتها في حياتك، لازم هتلاقي على الأقل 2 أسامة أنور عكاشة، لازم. أنت 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 متصور إنه هذا الرجل، يعني كما يحب أن يسميه البعض حكاء مصر، عمل عملية تأريخ اجتماعي لمصر، التأريخ الاجتماعي. أستاذ أسامة الله يرحمه يا رب يقرأ كتير جدا ويقابل ناس كتير جدا ويسمع بإنصات واهتمام بالغ وبعدين يبقى يكتب، وكأنه في كل مسلسل وفي كل رواية كتبها الأستاذ أسامة بيعمل رسالة دكتوراه مش هزار، وعليه تقدر تشوف جانب كبير من تاريخ مصر في مسلسلات الأستاذ أسامة أنور عكاشة. وهنا بقى إيه، مش التاريخ بمعنى بعمل مسلسل تاريخي، تاريخ المجتمع المصري وحواديته وألفاظه وتصوراته ووجدانه في أي مرحلة، غير ليالي الحلمية يقعد يتفرج على زيزينيا ده على سبيل المثال للحصر، أو اتفرج على النو على سبيل المثال للحصر، أو اتفرج على مثلا أنا وإنت وبابا في المشمش على سبيل المثال للحصر، ده شيء مذهل. الزميلة العزيزة جدا نسرين أسامة أنور عكاشة معانا على التليفون، ازيك يا نسرين؟ يا اهلا يا اهلا، ازيك يا استاذ يوسف؟ استاذ احتراما، إيه؟ مش للكبر، ده احنا اخوات بقى، ما تقوليش الكلام ده، هو يوسف نسرين على طول يعني. اه والله بجد، انت عارفه يعني، ده انت اخت وزميله يعني. انا عارفه، تسلمي نسرين، ربنا يخليكي. نفسي والله اتساءل، هو الاستاذ اسامه كان بيجيب وقت منين لكل ده عشان في الاخر يروح كاتب لنا روايه، يروح عامل لنا مسلسل؟ الوقت عمل ايه؟ هو بص، هو اصله هو تقريبا بابا اتعود من صغره ان هو وقته كله لكده، يعني هو حتى لما كان معانا مثلا كاسره بيمارس مهامه كاب ورب اسره، هو ضمنا بيعمل كده،
يعني في أي علاقاته الاجتماعية كلها كان بيعمل كده، في لقاءاته المختلفة بالناس على اختلافهم في أي حتة، سواء ناس يعرفهم أو ناس قريبة، هو طول الوقت قاعد بياخد ويطلع، ياخد من هنا ويطلع من هنا. فأتصور أنه هو اتربى على دم من الأول ونشأ عليه، وبقى بيتم بشكل تلقائي بدون ما يتعمده فكرة أنه طول الوقت هو عمال يرصد ويحلل وبيخزن، ووقت اللزوم ده بيطلع. أنا بفتكر أنه لا أحد أو لا ينبغي على أحد إلا أن يحب الأسكندرية. إيه سر محبته الشديدة لإسكندرية وانغماسه جوه المجتمع السكندري وشوارعه وبيوته وأدق تفاصيل هذا المجتمع؟ طب معلش تسمح لي بقى قبل ما أقول لك، أنا فعلا ضحكت من قلبي لأنه أنت فكرتني ببابا جدا، وأنت بتقول أنه أي حد لا ينبغي إلا أنه يحب إسكندرية. أيوه. أنت تقريبا قلت حاجة شبه جملة كان بابا دايما بيقولها، يعني لما كان بيقعد يتكلم معانا إحنا أنه إزاي مش قاعدين، يعني إزاي مش عايشين في إسكندرية. ولما كنا نبدأ نتناقش معاه أنه هو إحنا مش باصين لها برضه نفس البصة بتاعتك، بنحبها وكل حاجة لكن مش بصتك، يعني كان يرد علينا ان هو لا، ما فيش بني ادم طبيعي ما بيحبش اسكندريه. صح. فهو نعم. والله ده حقيقي. فهو عنده كان ده اساسي، يعني انه لا، ما اي بني ادم بيحس وبيقدر يتذوق وبيفهم وبيحلل حتى تاريخ مصر يقدر لازم يكون بيحب اسكندريه. فالمساله عنده ليها علاقه بفلسفته، يعني فلسفة مع تحليل جذري لكل تاريخ اسكندرية وبما فيها مصر، عفوا، وبما فيها اسكندرية. صحيح. انغماسه جوه حياة المجتمع السكندري وتفاصيله واختلافاته الطبقية والاجتماعية والتعليمية، أنا بالنسبة لي كانت حالة مبهرة. بتجيب الكلام ده إزاي؟ لأن هو الحقيقة أنه هو انغمس جواهم أصلا، لانه الحقيقه انا كنت لسه النهارده قاعده بتكلم في اكتر من حوار مع اكتر من حد في فكره ان هو ليه كان قريب قوي كده اللي بيقدمه للناس، لانه هو نفسه كان قريب للناس دي في الحقيقه. يعني سيبك من الفتره اللي هو لف فيها في حتت مختلفه جوه مصر، بس هو اوريدي كان بابا عنده القدره كانسان عادي انه يبقى قاعد يقرب لاي حد قصاده. كان بيبقى حابب بفكرة انه ينزل للأصغر منه يصغر له، يقرب للأضعف منه يطبطب عليه، يسمع أكتر ما بيتكلم. صح. فكان دايما عنده حالة الدفء ما بينه وما بين البشر دي، وكأنها بالفطرة كده شيء جواه بيطلع، فمساعده انه يقدم الحاجة القريبة. هو طول الوقت بيستقبل من اللي قدامه على درجة القرب دي، عمال يستقبل في حاجات وبنفس درجة القرب بيقدمها للي بيتابع أعماله. طب هرجع على ما أستطيع وصفه دايما بلوحة أعتقد الأستاذ أسامة ساهم فيها، اللي هي تتر المسلسل. مزيكة المسلسل، الكلمات يا ترى هيكتبها مين؟ يا ترى هيكتبها الأستاذ سيد حجاب الله يرحمه، ولا الأستاذ عبد الرحمن الأبنودي الله يرحمه؟ المزيكا دي هيعملها عمار الشريعي ولا المزيكا الله يرحمه يا رب، والمزيكا دي هيعملها عمر خيرت ربنا يديله الصحة. أنا بعتقد أن الأستاذ أسامة كان ليه إيد وإسهام في ده. طبعا بص، هو كان وقتها كان طبعا الدنيا مختلفة عن دلوقتي، شايف الحتة دي؟ يعني كان طبيعي وأصبح مع الوقت شيء بديهي وطبيعي إنه المفروض إن الكاتب والمخرج بيقعدوا مع الشاعر الغنائي والمطرب والملحن اللي بيقدموا تتر العمل علشان يوصلوا صيغة واحدة فيها نفس الفكرة. بس أنا أعتقد برضو إن هو يمكن بابا مع الفريق ده اللي ذكرنا بعض أسماء ومن الكبار يعني وناس أخرى، كانوا هم عندهم نفس الرغبة المشتركة من البداية، فبدعوا ده فكرة إنه العمل التتر لا ينفصل، بل بالعكس العمل بيبدأ من أول التتر، فالتتر بيقدم القصة من أولها والفكرة، وفي نفس الوقت هو بيقدم مع كل حلقة جديدة حاجة جديدة. يعني التتر لابد يكون مواصف ومعبر ومكمل لكل مشهد في المسلسل، مش مجرد أغنية بتشدنا عشان نتابع المسلسل. صح. يعني هتقعد الحتة، يعني زيزينيا بحس طول الوقت
انه ما كانش حد هينفع يكتب التتر غير احمد فؤاد نجم مثلا، يعني هو لازم كده المسلسل ده بتاع احمد فؤاد نجم يكتب له المزيكا، يكتب له ازف الكلمات بتاعته، ليالي الحلميه لازم تبقى سيد حجاب، وهكذا. يعني وكانوا كلهم بياخدوا الاول النص كامل، يعني ياخدوا النص او حتى لو لسه بيتكتب اول باول بيقروه بتمعن الشاعر والملحن، ويبداوا يقعدوا يتناقشوا الاول ويشوفوا هو فكر اللي مكتوب ايه، هو احنا عايزين نقول ايه كمان بين السطور. فدي في حد ذاتها الناس دي كانت الملحنين والشعراء الكبار دول يعني كانوا بيقدروا ان هم يحكوا لك حكاية تقريبا هي مغزولة كلها من أول التتر لحد آخر لحظة، يعني ما تحسش أنه اللي بيقدم التتر مختلف عن الكاتب أو المخرج. صحيح. أنا بشكرك جدا يا نسرين، ويعني أنا أصلي أنبسط جدا كل ما نيجي نتكلم عن الراحل العظيم أستاذ أسامة أنور عكاشة، أنه الحقيقة لم يرحل على الإطلاق، لأنه هو موجود، إحنا كل يوم حاسين شايفين سامعين بنتفرج على إبداعه وإنتاجه الفكري، الله يرحمه يا رب. بما إن إحنا بنتكلم على الناس ووجودهم معانا، أنتوا عارفين دايما أقول أنا أحب أحتفل بأعياد الميلاد أكتر ما أحتفل بذكرى الرحيل. فعيد ميلاد راجل كيفما أنا عمري ما قابلته وكيفما قرأت وسمعت عنه، من أكتر شخصيات نبلاً، مش بس خفة الظل وحب الفن والنبل. رحمة الله عليه جورج سيدهم. معانا مدام ليندا زوجة الراحل جميل العظيم النبيل جورج سيدهم. أهلا بيك يا فندم. مدام ليندا زوجة الراحل جميل. مدام ليندا أهلا بيك. أهلا إزاي أهلاً. حضرتك ممكن وبعدين في جمالك يا أستاذ يوسف. إيه ده يعني. يا بختي ده كلام كبير جدا عليا والله. وبعدين في جمالك يا فندم ربنا يخلق. انا عايز لا 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 دايما كده معبر وبقلب نقي وصادق وصادق. ده شرف ليا يا فندم والله العظيم، يعني كلام حضرتك ده عندي كبير جدا جدا جدا. انا كمان عايز استاذن نوطي التلفزيون عشان اعرف اسمع حضرتك كويس. كده سامعني كويس؟ ده كده حلو جدا قوي خالص. طيب خلاص كويس كده. مدام ليندا انا وكلنا محدش يقدر ينكر البصمه اللي سابها استاذ جورج على السينما وعلى التلفزيون وعلى المسرح، لكن انا دايما زي ما كنت بقول لفت نظري جدا كل اللي سمعته عنه في اطار أنه رجل في منتهى النبل، ودي الحاجة اللي أنا عايز أسأل عليها، ملامح نبل العظيم جورج سيدهم الله يرحمه. فعلا يعني حكمت فقلت يعني يا بختي حقيقي مجملني جامد والله. أنت عارف أنا هقول لك حاجة. تفضل يا فندم. يعني أنا هلخص لك. أنت عارف جورج ليه closest friend. استنى الصوت يعني الصوت عامل قوي على فكره. نعمل ميت خالص. سامعني كده كويس قوي؟ كل ما هنوطي اكتر كل ما يبقى احلى. لا انا شلت الصوت خالص. طيب ماشي. يبقى صوت حضرتك منور الاستوديو كده. جورج ليه صديق اسمه كمال دافش closest friend، يعني صديق منذ سنين عقود يعني. اقرب واحد. وده كان بالظبط هو مقيم في لندن واردني الجنسيه. وما زالت الأسرة حتى معايا لغاية دلوقتي يعني أسرة رائعة جدا. المهم أنه ده بيكتب شعر ويتكلم 7 لغات وحاجات كده يعني. مستر كمال دافش رئيس الشركات عالية في العالم كله للطيران. أيوه. شخصية برؤيكي كان يحضر عيد ميلاد جورج لازم يقعد أسبوع مع جورج كده، ويعني عارف بذكريات ويفكر جورج لا فاكر لما رحنا الرحلة الفلانية ولما رحنا. الحقيقه كان انسان رائع، فهو بيكتب شعر رائع. بناء على كلمه النبل يعني هو كتب باراجرافات لجورج. عايز اقرا لك حاجه بسيطه يعني. ياريت. باراجرافات بسيطه قوي. ياريت. هو كتب كتير جدا جدا. يقول له يعني في طبعك الكرم والحنيه ما عندكش حتى حته انانيه، كل اللي في جيبك لاصحابك حتى عيونه
تاخدها هدية. وبعدين يقول له إيه؟ يقول له ما يشتكي ولا مرة يلوم، مهما قاسى من المقسوم، عمره ما يغدر دايما يعذر، ما ظلمش في يوم ويبات مظلوم. يقول له عمره ما يطلب دايما يدي، بسيط في أمره وطبعه ودي، لا يتكبر ولا يتجبر، ما يقولش أنا والطوفان بعدي. لأن فعلا حتى يعني كتيرة جدا الكلام، كتير جدا جدا بيصون عهده مع عمره يخون، مأمون دايما مخلص بجنون، تلقى الصديق في وقت الضيق، وانهان عليك عليه متهون. مهما قلت لك باراجرافات جميلة قد إيه، هو هو ولا يتغير، لا ينسى ولا يوم يتنكر، كل ما حكيته لقيته معدن ذهب صافي مكرر. والله ده هو أحلى من الذهب بصراحة. يعني لا كتير الباراجرافات، مش عايزة أطيل عليك يعني الحقيقة. حلمه يفضل للناس محبوبهم، وتنور شمعة فنه دروبهم، يعيش في الوجدان طول الزمان، ويقرأ اسمه جوه قلوبهم، شعبه حبه وقدر عطاه، والوطن العربي وراه، ينسى همومه ويسلى همه من خفة دمه في المسرح هواه. يعني سامعني حضرتك؟ سامع طبعا، أنا قاعد مركز يعني، قاعد عمال بسمع. الناس كلها تعرف عنه، حبه الوطن وعشقه لفنه، عنده الحبيبين أغلى من العين فعلا، وبقوا الاثنين حتة منه فعلا. جورج يعشق الوطن، كان هو لما يبقى مسافر وراجع في الطيارة كان يقول للمضيفة بسرعة هاتيلي أشرب مية النيل، بسرعة بسرعة وحشتني مية النيل. لا رهيب جورج، يعني في كل، يعني جورج تجده يعني قعدت معاه واحد غريب لسه يقعد معاه أول مرة، يحس إنه ده أخوه، ده حبيبه، ده صديقه، يعني بيكسر أي حواجز حتى بينه وبين، حتى في مرضه في أعياد ميلاده اللي كانت بتتعمل. كم من يعني الفرح اللي بيبقى كان عند اللي حاضرين، كلهم فرحانين جدا وهو فرحان جدا بيهم، ويعبر بمشاغبات حركات كده بتحصل. لا لا جورج كاريزما الحقيقة، مهما تكلمنا عنه وعن التزامه وعن صدقه وعن إخلاصه وعن كرمه وعن إنسانيته وعن مش عارف أقول إيه الحقيقة، يعني كلامي يمكن يكون مجروح، لكن خالص. أنا صدقني مش بتكلم عشان جورج، لا خالص نهائي، لكن دي حقائق جورج عاشها وبيعيشها وما زال في الوجدان يعني، ومحبة الناس على رأي اللي قال تاج فوق الراس يعني. صحيح، يعني مهما قلنا ف مش هقدر اعبر انا حقيقي يعني، اصل يعني انا الاحظ هو عايش في وجدان الناس وفي ذكريات، يعني في ذاكرتهم دايما صدقني جدا، يعني ما يذكر اسمه الا بكل خير، يعني لا توجد شائبه على اسم جورج بكل تاريخه طول الوقت حقيقي. انا الاحظ اصلي حاجه، انه في اجيال زي ولادي على سبيل المثال ما شافوش استاذ جورج وهو بيمثل، يعني ما راحوش المسرحيه، لكن هم شافوا الافلام اللي موجوده، والولاد دول بيحبوه حتى هذه اللحظة، وحافظين اسمه وبينبسطوا لما يشوفوه. فأنا بظن أنه هي دي روحه طالعة طول الوقت واصلة، لأنها صادقة، روح ما بتكذبش، روح حقيقية كده زي ما يقولوا. أيوة عارف، لأنه جواه طفل، جورج جواه طفل صادق مش بيمثل. صحيح. يعني هو تفكر ان جورج بيمثل، انا قلت لك هو لا يتغير، هو اي كده. مكان حطيته هنا 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 جورج هو وبتحس ان هو طفل جواه طفل فعلا. وكان يقولوا له واحنا في لندن في يعني في اثناء فتره العلاج، ايوه يقولوا له احنا يعني السمايل بتاعتك عمرنا ما شفناها في مريض ابدا قبل كده، استحاله يلاقوا ضحكه رايقه وحلوه كده. صحيح، ضحكه ورايقه حلوه كده استحاله، او نادره جدا قوي خالص، زي بالظبط كده النبل الذي اصبح نادرا جدا قوي خالص. مدام ليندا انا بشكرك جدا جدا على قبول المكالمه، وبشكرك على مجاملتك اللطيفه والرائعه لبرنامجنا ولشخصي المتواضع. اشكرك جدا 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 مدام ليندا، زوجة الراحل الجميل الرائع العظيم النبيل جورج سيدو.
أنا أظن إحنا رايحين فاصل ولا إيه يا أولاد؟ تعالوا نستقبل بعد الفاصل دكتور كريمة أبو النور عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، نتحدث حول هذه القضية شديدة الأهمية، استنونا. أهلا بحضراتكم، وعاملين إيه وكله تمام؟ 100 فل و14. القضية السكانية قضية ملحة جدا قوي خالص، التعامل معاها زمان كان تعامل غريب من وجهة نظري، إلا أنه دكتور كريمة أبو النور باعتبار ما سوف يحدث بإذن الله مع الحصول على درجة الدكتوراه قريبا، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، منورانا. زي الحال. القضية السكانية وحضرتك بتشتغلي على علم النفس السياسي، قضية سكانية ناس بتتعامل طول الوقت باعتبار انه احنا عندنا قضية كبيرة جدا، احنا عندنا مواليد تقريبا 2.6، عندنا تقريبا وفيات هي 6 دي، عندنا صافي ما شاء الله 2 مليون مولود سنويا يضافوا الى الخريطة السكانية المصرية. الرئيس دايما يتكلم على احنا لازم نشتغل على هذا التنظيم، مش مسألة التحديد وخلاص، لأجل ان احنا نعرف نستفيد بحجم النمو والتنمية اللي بتجرى. زمان كان بيتم التعامل تعامل غريب خالص جدا من وجهة نظري، ما تخلفوش، بس ما فيش توعية حقيقية بمسألة أخلف إزاي، كل قد إيه، أهمية ده إيه بالنسبة لي، وهكذا. دكتور كريمة بتشوف ده إزاي؟ خليني أقولك، إحنا من حد من يعني من نص الثمانينات لنص التسعينات كان في اهتمام بالجزء اللي هو تقليل عدد المواليد، يعني انه نقلل عدد المواليد، وكان بيتعمل حملات اعلاميه، كان متوفر الحاجات بتاعت تنظيم الاسره. تم اهمال الملف من بعد التسعينات لحد 2014 فحصل البوم يعني. بس حتى وقتها في 2000 يعني الفتره اللي انا بكلمك عنها دي ما كانش الشغل بالشكل الصح المفروض نشتغل عليه، لانه في جزء مهم عندنا قوي اسمه خصائص السكان. يعني ايه خصائص السكان؟ دي الكلمه اللي بتضرب اي كلام يجي يقول ما احنا نستخدم الناس دي في الثروه البشريه، ما احنا عندنا عدد، ما احنا عندنا من الناس، ما ده ينفع يعمل لنا ايه، يزود الموارد، وما بيبقاش مدرك ان احنا عندنا مشكله في خصائص السكان. يعني ايه خصائص السكان؟ يعني الاماكن الاكثر فقرا هي الاكثر انجابا، فبالتالي بيطلع لي بيبقى مثلا واحد مخلف 6 7 5، فما فيش تعليم كويس، ما فيش صحه كويسه، ما فيش جوده حياه هو عاشها، في طفل معذب، في 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 في، ففي الاخر هو حبيبي مش قادر يدي حاجه، لا قادر يدي صحيح. نفسه حتى، يعني حتى انا مش طالبه منه انه يفيد نفسه. بالظبط، انا مش طالبه حتى انه يفيد الدوله، انا عايزاه يفيد نفسه، مش عارف يفيد نفسه. فعشان كده احنا عندنا مشكله كان في فتره التسعينات، من الثمانينات التسعينات اللي احنا كنا قادرين نقلل شويه، يعني نحجم الكارثه شويه، برضو كان عندنا عجز كبير جدا في الشغل على الخصائص السكانية. دلوقتي بقى في كلام من الدولة ومن المبادرات اللي بتتعمل ومن يعني بشكل واضح برضو مدركين حتة الخصائص السكانية وعايزين يشتغلوا عليها. بس خلينا أقولك إن المشكلة أضخم من إنه وزارة تقدر تشتغل عليها، ولا إنه حتى إنه الرئيس يطلع يتكلم عنها، وهو ما فيش مناسبة لما الرئيس بيتكلم عنها. بس الحقيقة إنه ده مش هيبقى حل. يعني خلينا أقولك مثلا رقم صادم كده، يعني دايما بقوله في كل حته وهفضل اقوله، حتى كتبته في المقدمه بتاعت الكلمه بتاعتي اللي قلتها في الحوار الوطني. الامم المتحده قالت ان احنا دلوقتي 8 مليار في العالم. احنا في خلال 2030 ل 2050 هنوصل للمليار التاسع، وده نطه فظيعه، يعني خدنا مده اطول في كتير قوي في المليار الثامن. في 8 دول هيبقوا مؤثرين، مصر تاني اكتر دوله، يعني العنوان كده كده. ومن وهقول لك حاجه، مش هقول لك دور على اي مواقع مصريه، دور بقى على مواقع، مش عايزه اقول اسماء، دور شوف، يعني هو بلاش دور في تقرير الامم المتحده، هتلاقي مصر ستكون من اكتر الدول مساهمه في الوصول للمليار التاسع. فاحنا في ليه بقى؟ احنا دلوقتي عندنا حوالي 35% من السكان تحت سن 15 سنه. كمان 10 سنين دول هيخلفوا، كل واحد هيجيب 2 بس، وهنبقى مسيطرين قوي، اضرب في 2 وصلنا ل 165 مليون. فاحنا زمان كان في نطاط مش متسارعه، يعني مثلا كل 5 سنين زدنا مليون، زدنا مش عارفه ايه، لا انت في بعد كده هتبدا تزيد
اضرب يعني اضرب العدد في 2 اضرب. فاحنا في الاخر احنا داخلين على كارثه، كارثه حقيقيه، ولازم الكل يشتغل عليها، لازم الكل حرفيا يشتغل عليها، لان دي اللي هتيجي. يعني انا كنت لسه بقول انه في حد ممكن يتصور انه لو جه رئيس مش عارفه مين اللي هو في خياله في احلامه، ولا هيعرف يعمل اي حاجه، ولا هيعرف يعمل اي حاجه حرفيا. فاحنا لا، هي المشكله السكانيه انا شايفه انها الاخطر على الاطلاق. الاخطر على الاطلاق، على الاطلاق من طيب. اي حاجه ممكن تكون هستاذنك هطلع فاصل وهرجع بعد الفاصل افهم مدى هذه الخطوره واسباب الخطوره اللي بتلعبها القضيه السكانيه في ابتلاع اي شكل من اشكال النمو الاقتصادي، اي شكل من اشكال التنميه اللي المفترض انها تبقى بتنعكس على حياه الفرد والمجتمع. استنونا لو سمحتوا. طيب، كل الترحيب بضيفتنا العزيزة الدكتورة كريمة أبو النور، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. وقلنا مدى خطورة القضية السكانية، حطها بتوصيف بتاع مصطلح قديم كده يقولك الانفجار السكاني. طيب احنا خلينا نقول مثلا احنا في حاجة اسمها تغيرات المناخية كلنا عارفينها حاصلة، فدي كلنا عارفين الأثر بتاعتها. كان في دول كتيرة الشباب المصري بيسافر يشتغل فيها، الدول دي بقت بتدرب ولادها، ولادها هم اللي بقوا بيشتغلوا الشغلانات دي، فما بقتش برضو نفس عدد الوظائف موجودة زي ما هي كانت موجودة زمان. فبالتالي انت أو حتى اللي طالع يشتغل في سوق العمل ما بقاش بنفس المواصفات اللي كانت زمان، فبقت عايز حد مواصفات معينة عشان يقدر يشتغل. فاحنا عندنا هيبقى عندنا مثلا أكتر من مشكلة، عندك حد بيطلع عايز يشتغل، عندك حد طالع هو كانت مامته حامل فيه ما كانتش بتاخد الفيتامين، ما كانتش بتتغذى كويس، فهو طالع طفل عنده يعني عنده مشاكل صحية، بعد ما كان طفل ما خدش فيه تطعيمات مهمة برضو المفروض ياخدها، ما خدش كل التطعيمات، في التعليم ما خدش تعليم كويس، ما خدش. ففي الآخر أنت الشخص ده هو مش عارف يساعد نفسه. وبعدين إحنا دلوقتي مش بنتكلم في عدد قليل، يعني إحنا مثلا دلوقتي لما بنيجي نقول قادرين نساعد بتكافل وكرامة، وبرضو في ناس تقولك وده حقيقي انه لا بس المبلغ، لا انت في الاخر حتى مش هتبقى قادر تقدم ده، لانه الاعداد هتبقى اكبر من ده بكتير جدا. تاني حاجة وده المهم، احنا لسه عندنا مشكلة انه مفيش ادراك للمشكلة. يعني ايه؟ خلي بالك انت مفروض تخلف عدد انت قادر يعني تصرف عليه وتعلمه وتديله رعاية صحية وجرعة ثقافية وكل الحاجات دي، تنسلوا فإني منبهي بيكوا يوم القيامة، من غير ما يقول له إيه هي شكل المباهاة بالظبط كده، إيه شروطها. فأنا دلوقتي بقى عندي يعني مثلا إيه، هنقول مثلا وزارة الأوقاف أو المؤسسات الدين الرسمية ماشي متبنية وخطابات إنه محتاجين إن إحنا نبقى مسؤولين، أشخاص مسؤولين عن أطفالنا وإلى آخره، بس إحنا عندنا في أماكن كتيرة في الزوايا وبالأخص في الأماكن الأكثر إنجاب هتلاقي أنه لا، الخطاب الديني اللي ماشي أنه أن الناس تخلف، يعني ما فيش أن أنت شخص مسؤول، أن أنت مفروض تبقى مسؤول عن الناس اللي أنت هتخلف. في عندنا أسباب تانية كتير لسه موجودة، وأنا الحقيقة أنا اللي بتصدم لما بلاقي الناس متخيلة أنها اختفت، زي مثلا تفضيل نوع الذكور عن الإناث. يعني تلاقي مثلا في الصعيد لحد دلوقتي هم شايفين أن الولاد هم اللي بيجيبوا مكانة اجتماعية للأسر، فبالتالي هتلاقيه مثلا خلف بنتين، لا أنا عايز أجيب ولد كمان، فخلف ولد، طب عايز أجيب ولد تاني معاه، طب جت بنت في النص، مش فإحنا دخلنا في 6 أطفال، وبنتكلم في أسر اللي هي إيه المفروض العاقلة، وبنفضل بقى إحنا مكملين. إحنا عندنا كم مشاكل نفسية واجتماعية إلى آخره، محد إحنا مش مدركينها. يعني مثلا دلوقتي لما بنشوف الأطفال، هي مين أم هتبقى قادرة تربي 6 أطفال وتقوم بمسؤوليات البيت وتعمل وتعمل؟ فبالتالي الطفل ما بيترباش، فبالتالي بنطلع نلاقي انتشار المخدرات، انتشار العنف، انتشار التنمر، انتشار انتشار انتشار. ففي الآخر الدايرة دي بتطلع لنا مصايب كتير. يعني هي الدايرة دي مش اللي هو الفكرة ان انا عدد بس، مع اعتبار يعني ان العدد بس دي حاجة مش مهمة، لا، في الآخر احنا عندنا كم مشاكل احنا مش عارفين نسيطر عليها. وحتى الأشخاص اللي هم متخيلين انهم بعيد عن ده، انا هجيب عيلين وهربيهم كويس، لا، ما انت شوف الدوائر اللي بقت حواليهم عاملة ازاي. عشان كده انا شايفاها مسؤولية اجتماعية، مش مسؤولية علينا كلنا، بالأحزاب، بالمؤسسات، بالمجتمع المدني، بمؤسسات السلطة، بينا كلنا، ده شغل الناس كلها. طب انا ساعات او تحديدا كتير
بقيت بدخل في مرحلة الصدمة بتاعت الطبقة المتوسطة والطبقة المتوسطة على اختلاف أشكالها وصول الطبقة المتوسطة العليا في مصر. أي طبقة متوسطة في أي مجتمع هي الطبقة الأكثر إقبالا على التعليم والترقي العلمي والترقي الوظيفي، وهي الطبقة الأكثر إقبالا على الثقافة وألوانها وأشكالها المختلفة. أصبحت بشوف جوه هذه الطبقة في مصر بشرايحها المتضمنة جواها، لا ده عاوزين يخلفوا ثلاثة وأربعة وخمسة عادي، جزء منهم بيتكلم على أصل لسه ربنا ما جابليش الولد، هو مستني الولد، وجوه الطبقة المثقفة جوه المدن. ولاقي نوع تاني بيتكلم على إنه والله أنا أقدر أعلمهم وأقدر أأكلهم وأشربهم وألبسهم وكل الكلام ده، فأنتوا ليه مش عايزيني أخلف كتير؟ فواضح إنه المفهوم الحقيقي أو الجوهري أو الجذري غايب. تحقيق. أصل هي منظومة كاملة، يعني إحنا ما تقدرش مثلا تيجي يتكلم حد كده سواء حتى لو مهتم سياسي أو غيره وتيجي تكلمه في القضية السكانية كده لوحدها منفصلة، وهتلاقيه ابتدى حتى يتعاطف معاك وإنه يحس إن إحنا في مشكلة. فهي هي في منظومة كاملة، وبعدين مش هاجي أقوله دلوقتي فهو يقول إيه ده بتقول كلام كويس، إيه ده الرئيس بيتكلم، إيه ده حتى لو حد معارض من حزب محاضر بيتكلم، إيه ده فأنا هاخد بالي. الموضوع ما بيمشيش كده، أنت بتبقى محتاج دراسات اجتماعية ونفسية متخصصة تقول لك بص أنا عندي مشكلة في المكان الفلاني. يعني مثلا أنا من ضمن التوصيات اللي أنا كتبتها في الكلمة بتاعتي في الحوار الوطني اللي هي يعني التوصيات التنسيقية، إحنا عايزين نحدد الفئة المستهدفة بالأخص. يعني مثلا سين مقتنع، سين هو كده كده بيحاول، لا أنا عايز أشوف الفئات المستهدفة وحدد كل فئة ليه عنده مشكلة. يعني أنا عندي رقم عالي جدا بيقول أنه 14% من المواليد بيبقوا ناتجين عن حمل غير مرغوب فيه، يعني الأمة مش عايزة 14% رقم الجهاز المركزي للإحصاء. وكمان لو هنيجي مثلا المحافظات الأكثر إنجابا هي المحافظات الصعيد، أسيوط، سوهاج، إنا إلى آخره، هنلاقي عندهم هم النسبة أعلى بتوصل 20%. فبالتالي أنا مثلا لازم أقول لوزير الصحة هو أنا عندي مشكلة في الوسائل، فيقول لي لا ما عنديش. هقول له طب معلش أنا محتاجة أعرف، لو أنت ما عندكش مشكلة والوسائل متوفرة حضرتك لازم تجاوب لي تقول لي طب ليه ده بيحصل، لأنه ده السؤال كل حد يرد على السؤال اللي هو يخصه. الجزء ده لما تكون واحده حمل غير مرغوب فيه ما يقدرش لا علم النفس ولا علم الاجتماع غير انه يقول لك هي ما كانتش عايزاه، بس يجي الطبيب هو اللي يقول لي ايه السبب، ايه مشكله السبب. نيجي مثلا اسباب تانية اجتماعيه، لا انا عايزه بقعد اخلف وبعد اخلف، فساعتها ده دور علم النفس وعلم الاجتماع ان هو يجي يقول لك ليه، فيطلع لك مثلا يقول لك الاماكن دي المراه فيها غير ممكنه، يعني المرأة ما تقوليش في المركزية، ما تقوليش في النواب، ما تقوليش في الشيوخ، ما تقوليش هنا في الوزارات، لأنه في الآخر دول من نفس البيئات البيئة اللي هنا مختلفة وهو مش شايفها وشايف إن الناس دي بعيدة عنه قوي. تعالى بقى روح هناك قولي كان في كم محافظة مسكت السيد محافظة ست، كام واحدة مسكت رئيس مجلس مدينة، كام واحدة مسكت مدير مدرسة، كام واحدة بقت لا الحاجات دي مهمة عشان هو يشوف انه الست دي حاجة مهمة، الست دي ينفع انت تعتمد عليها، ما تقعدش تقول انا بخلف عشان اجيب ولد عشان ياخد باله من البنات، لا هي البنت هتعرف تاخد بالها من نفسها، هي البنت ينفع تعول أسرة. ففي حاجات كتيرة جدا، في مثلا الإعلام، فنلاقي انه المسلسلات تجيب، كانت قبل كده تلاقي في مسلسلات بما ان كنا بنتكلم على أستاذنا أنوار بالظبط، تلاقي جايبين في المسلسل مثلا اختين اللي مخلفه سته يجيبها حالتها صعبه جدا، واللي مخلفه اتنين مع ان هما الاتنين نفس البيئه هتلاقي التانيه لا دي كويسه ولادها متعلمين ونفس، فعينه خدت على انه العدد الاكبر ده مسؤوليه وفي الاخر انا عايش حياه مش كويسه. دلوقتي ده ما بقاش حاصل، يعني بنلاقي المسلسلات بتتعمل هو مش في دماغه اصلا انه هو شخص، هو متشاف، هو الناس بتقلده، هو الناس بتاخد منه رساله مش مباشره. فانا في حاجات كتيره جدا هي دايره هتتعمل، ههتم بصحه المراه، ههتم بتمكين المراه، في كمان ان انا ابقى فاهم انه المراه مش لوحدها اللي بتخلف، يعني مش المراه بتصحى الصبح صباح الخير انا عايزه اخلف. في اخ الاخ الصديق ده اللي هو جاي دور مشرف معانا، هو اللي لازم برضه يتوجه له الكلام، يعني لازم نبقى شايفينه وبكون بنكلمه الكلام. في الاسر دي كمان
انه بيبقى ساعات الجده هي اللي بتشارك، لا هتقولي كتير، فانت الكلام ساعات بيبقى موجه للاسره كلها، مش كل الاسر بيبقى المسؤولين على القرار هم الاب والام. فاحنا عندنا حاجات كتيره جدا، هي مؤسسه يعني. انا برضو من ضمن التوصيات اللي التنسيقيه عملتها وانا شايفاها الحقيقه انها مهمه جدا، انه استقلال المجلس القومي للسكان ويرجع لرئاسة الجمهورية، لأنه هو بعد ما كان لحد التسعينات كان مع رئاسة الجمهورية، نزل رئيس الوزراء لحد ما وصل لوزارة الصحة، فبقت المبادرات اللي بتتعمل، في مبادرات بتعملها وزارة التضامن، في وزارات بتعملها حياة كريمة، في مبادرات بتعملها صحيح. مؤسسة، لكن لما يستقل، لما يبقى المجلس مستقل وهو تحت منه كل الحاجات دي بتشتغل منه، فنبقى النهاردة عملنا مبادرة والمبادرة دي حلوة جدا ومهتمة بخصائص السكان ومهتمة ومهتمة ومهتمة، مش هيجي حد تاني يعني، مش وزارة تانية تروح مطلعة، احنا الاتنين تحت مثلا رئاسة الجمهورية او تحت ايا كان القضية ليها صاحب بالظبط، ليها اب شرعي موجود بالظبط، فيقدر يعمل لي تقييم للمبادرة اللي اتعملت، والله احنا حققنا منها كذا، والله احنا ما حققناش منها كذا، والله انا محتاج وزارة التضامن، لا انا المرة دي محتاج وزارة الصحة، لا انا المرة دي محتاج مؤسسات المجتمع المدني شارك معايا، لا المره دي انا محتاج الاعلام، لا انا دلوقتي محتاجكم كلكم، فالاستقلال بتاعه ده هيخلينا نشتغل بشكل كويس عليه كمان. طيب اخيرا قبل ما اختم، انا هيبقى في عندي سؤال، اما ان الاوان للحديث هو بيحصل على الارض، يعني حياه كريمه هي تغيير خصائص اجتماعيه بالفعل، بس اما ان الاوان انه ده يتحول لثقافه منتشره فتبقى جزء من ثقافه المجتمع، ان انا لازم احارب لتغيير وضعي الاجتماعي، أنا لازم أتغير. صح جدا، بس ده هيحصل إزاي؟ محتاج كل المؤسسات اللي احنا قلنا عليها، يعني مثلا أنت تعالى من الطفل وهو في ابتدائي، الطفل ده يبقى عامل ضغط على أهله، لو هم أهله مش مدركين مش متعلمين، الطفل بيتعلم درس له السكان من أول من هو في ابتدائي لإعدادي لثانوي، فبالتالي أنا عندي حد بيتعلم جوه البيت، هو هيبتدي يتكلم معاهم لأن هو عنده هذا الكم من المعلومات، إنه لا خليفونا أكتر، لا إحنا مسؤولين منكم إن أنتوا تعلمونا، إحنا محتاجين صحة، فتبقى دينا بندرسه، محتاجين الإعلام دايما يتكلم، محتاجين يبقى في رقابة على الخطاب الديني الخاص بالموضوعات اللي شبه دي، محتاجين تضافر كل، محتاجين وزارة الصحة ترد على أسئلتنا، ومحتاجين أنه يبقى كل الحاجات، يبقى الوسائل متوفرة، ومش بس متوفرة، الست اللي بتروح هناك تتعامل بأدمية لأن في متابعات بتتعمل، فتبقى وهي رايحة تبقى رايحة وهي مستريح، طب والله وزارة الصحة بتقول أن أنا ما عنديش، مش قادر، ما عنديش أطباء، ما عنديش ما عنديش ما عنديش، طيب حطها مثلا في الصيدليات هي مجانا، اي حد ما هو ما فيش حد هياخدها، بس طبعا اكيد يعني الصيدلي يبقى انا سلمتك كذا تسلمها للحد للسيدات هتاخد بياناتهم، في اكتر من وسيله نقدر نعمل بيها، اقدر افكر في وضع حلول خلاقه طول الوقت، مفيش حاجه هتعطل يعني بالظبط كده، بس لازم نبقى مدركين المشكله ولازم نشتغل عليها، ولازم الكل يبقى مدركها ويبقى شايفها ويبقى شايف الوضع بتاعنا رايح فين لو احنا ما اشتغلناش عليها. صحيح، أنا مشكورك جدا، نورتينا وشرفتينا، وأتمنى أنه تتعدد اللقاءات لأنها قضية شديدة الأهمية. إحنا هنطلع المركز الثاني والثالث في 2050، من أول 30-50 بالضبط، إحنا من أكتر الدول المساهمة في الوصول للمليار التاسع، والحقيقة حاجة ما تضحكش، دي حاجة تحزن جدا، كارثة. أنا يعني أنا عايز كارثة. ربنا يستر. كل الشكر لدكتور كريمة أبو النور، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كل الشكر لحضراتكم. لكن الكلام اللي احنا بنقوله ده كلام مهم، لأن انت بتناقش الأمور بالعلم وبالعقل وبالمنطق وبتحاول توجد الحلول، وبرنامجكم التاسعة. سلامات.